مساء الخير، مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد وحلقه اخرى من 9 فوت، حلقه نحكيو فيها كره ونحكيو فيها بالاساس على المنتخب الوطني التونسي اللي يستاهل مشاركته في الشان بتعادل 2-2 ضد المنتخب الغيني. هاو شنو اللي يستنى فيكم في حلقتنا اليوم من 9 فوت؟ كما قلت باش نحكيو على المنتخب 2-2 ضد المنتخب الغيني في اول مقابلاته في الشان. بعد سانشيز، بعد نبيل الكوكي، رود كرول هو المدرب الجديد الافريقي. الترجي يحتفل بعيد ميلاده 97 واجواء كبيره في العاصمه. بقية الأخبار وبقية الأحداث تعرفوهم تيلة الحصة، أرمادة نجوم 9 فوت كلها في الموعد. نبدأ نرحب بالكابتن خالد حسني. كابتن أهلا وسهلا بك. مرحبا بالحضور، مساء الخير. مساء الخير، مساء الخير، وكالعادة مشاهدات والمشاهدين. المشاهدات والمشاهدين رحبوا بهم الكل، رحبوا بفتحي المولدي. فتحي أهلا وسهلا بك. أهلا راف، أهلا بالجمهور كبير، اهلا بالساده المشاهدات والمشاهدين كما يقول خالد. على اليسار يقود كالعاده مراد زغيدي، جولدن بوي 9 فوت. مراد اهلا بك. خلينا نشوفوا كل شيء اليوم بالميركاتو والشان وكل عنا، يظهر لي برنامج كاسح. يظهر لي ناصر البدوي، اهلا وسهلا بك. كيف الحال ناصر؟ مرحبا رفيق، مرحبا كيف المشاهدين والمشاهدات كما يقول الكابتن خالد. وشكرا للوعد. الكابتن يبدا بالمشاهدات مش المشاهدين قبل. مشاهدات والمشاهدين. فوالا المشاهدات وبعد المشاهدين. للاناث. فوالا. معناتها مجلى بال في فورما ناصر البدوي. العنصر النسائي. ان شاء الله. بالعنصر النسائي. شكري بحذانا نظيف. نرحبوا الناس الكل ونحب تصفيقه كبيره على قائد المنتخب السابق قائد الترجي. شكري للوعد، شكري، اهلا وسهلا بك. فرحانين برشا اللي جيت بحذانا، شكري الوير، نستدعاك باش تشوف بحذانا شنو اللي جرى في الحلقه نتاع الاسبوع الفارط. هذا زابينغ. اهلا وسهلا بكم في زابينغ 9 فوت. حلقه الاسبوع الفارط قربت ياسر البرنامج صغار 9، بما انه الكابتن تذكر ايامات الطفوله نتاعو. ديس انا كمل كابتن على 30 مباراة. بون فات الحكايه. كابتن نسمع فيك. ليه كابتن؟ كابتن ميسير شو واسع بالك؟ ما صار شيء كابتن، يفضلك معاك. لا لا لا، ما فات الحكايه. انا مش هتكلم، انا مخصمكم بصراحه. هتتكلم كما فهمتوا. الاجواء في البلاتو كانت سخونه شويه عكس الطقس نتاع الايامات الفارت. عايش من فضلك خليه خليه. فوالا سيتو شبيك كابتن؟ لا لا، عايش من فضلك، انت مقدم مش هو. انا كبرت دماغي ودماغي جزمه قديمه بقى. هالانفعال على البلاتو اللي فاجئ المشاهدين اعطانا رفيق السبب نتاعو. كابتن مريض شويه اليوم، خليه يركز اليوم. ايه اشول يعني انت ولا ايه؟ رفيق اللي حب يريض شويه الامور رجع لهوايته المفضله وهي الضمار. يجرى انه يشوط بلاعبي ساعات. لا الملاعبيه ما يشوطش. ما تنترررن تنتن. اما الناصر البدوي فانه تفاعل مع فوزي البنزرتي بما انه دربه منذ سنوات. من بعد هي ما لعبش عاد عام كامل نيجاتيف. اما بقاء ناصر على البنك عام كامل تحت قياده فوزي ما منعوش باش يوري الروح الرياضيه الكبيره نتاعو. قعدت علاقتي ممتازه به حتى ولو اني ما لعبتش معاه موسم كامل، معناتها هذه هي قوه فوزي البنزرتي. بالنسبة لمراد فإنه ما كانش مركز برشا بما أنه نشاطه السياسي وانتمائه لحزب جديد طغى على تصرفاته. نختم بضيف الحلقة الفارتة اللي تخلى على غفلة باش ينشط الأجواء ويدخل البهجة والفرحة على الحضور. في اللحظة هذه ثم ناس عايشين طو في اللحظة هذه تحت كوخ. ثم ماتت رابعة. عائلة 4 من الناس ما عايشين مدة عامين في كوخ معهم حشاكم بكرة. ومات شحير بن حمدان. شاب تونسي لحم ودم ما يعرفش مع الفريقي والترجي والاطوال والسياسات. مات المشاهدون جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.
في العادة وفي العادته الكابتن خالد حسني بطل زابين بدون منافع. يلا سيدي فاصل صغير ونرجع نحكي كورة بعد شوية في انتظار يخلطوا لنا الصور والحوارات باش نحكي عشان بعد الفاصل نرجع نحكي على مدرب الإفريقي رود كرول. فاصل ورازعين. مرحبا بكم مرة أخرى في التاسعة فوت. كما قلنا نبدأ حصتنا بالنادي الإفريقي اللي بعد مسلسل طار نسبيا مسلسل البحث على مدرب جديد بعد سانشيز والكوكي يستقر الرأي على رود كرول باش ينهي الموسم مع الإفريقي. هذا رود كرول ونرجع نحكيه في التاسعة فوت. رودولف جوزيف كرول مدرب هولندي الجنسية من مواليد 24 مارس 1949، انطلاقا من 4 جون في 2016 يبدا رابع تجربه تدريبيه في تونس، هذه المره من بوابه النادي الافريقي. J'ai expert j'ai une bonne expérience aussi avec club africain comme je avec espérance avec avec CSS. كرول اسم كبير من ضمن الاسماء اللامعه في تاريخ منتخب الكره الشامله، لعب نهائي مونديال 74 و78 مع المنتخب الهولندي، كان ايضا عنصر فعل من عناصر الجيل الذهبي لاجاكس امستردام وفاز معه بكأس أوروبا الأندية البطلة في 71 و72 و73. منتخب مصر، الزمالك، أورلاندو بيراتس، النادي الصفاقسي، المنتخب التونسي، الترجي الرياضي والرجاء البيضاوي المغربي، أبرز الأندية اللي دربها رود كرول. من 2012 ل 2013 موسم ناجح مع سي اس اس، اقترن بزوز تتويجات، بطل تونس وبطل كأس الكاف في 2013. من أكتوبر نوفمبر 2013 كرول يلعب براج تصفية مونديال 2014 ضد الكامرون وينسحب الأربعة، تجربة فاشلة عجلت برحيله. جان في 2014 كانت البداية، في 25 مايو 2014 في ظرف 5 أشهر كرول صحيح يهز البطولة لكن يغادر الترجي بالإقالة. في 14 جان في 2016 رود كرول يصحح النادي الإفريقي، رابعة تجربة تدريبية تونسية والثالثة مع كبيريه البطوله الوطنيه. هما لي كريتيري توفروا في مسيو رود كرول، لا سوبليس في نيغوسياسيون معاه، سا كونيسونس تاع الفوتبول التونسيان، نجاحه في الفوتبول التونسيان، معرفته للتمبيرامون تاع اللاعب العربي بالباساج نتاعو سواء زمالك رجاء سي اس اس ولا ترجي ولا كيما ناسيونال تاع تونس. كرول ياخذ المقاليد الفنيه النادي الافريقي في ظروف صعيبه يتعدى بها الفريق. Pour le championnat, c'est très difficile. Même c'est beaucoup de points derrière trois équipes, c'est pas facile. تجربة كرول التدريبية في تونس كانت ناجحة مع السي اس اس وعرفت فشل كبير مع المنتخب الوطني والترجي الرياضي، فكيف سيكون مصيره مع النادي الافريقي في ظل ضغط جماهيره؟ الناس البدوي، كنت قلت انه هيئة الافريقي بشتغلت لو كانت تتعاقد مع رود كرول، علاش؟ على شو مبني الشيء هذا؟ وانا قلت رأي كفني اني خدمت معاه ونعرف ايجابياته ونعرف سلبياته ونعرف الرجل هذا اش نجم عطاه للسي اس اس ونعرف الفتره اللي عداها في السي اس اس شنو الايجابيات والسلبيات نتاعها. عطاكم بطوله وكاف؟ عطانا، مش هو عطانا، احنا كما عودناش ماتش جابس اللي في جابس راه ما تعديناش حتى البلاي اوف، معناتها وقتها في كان طون كيستيون انه باش يتنحى، وعملنا اجتماع معاه انا سي جمال المهيري نائب الرئيس وقتها، معناتها وحكينا معاه وبرشا ناس اقترحت على رئيس النادي انه باش تخلى عليا خاطر الفريق عمل تعادل ضد حمام سوسه وعمل تعادل ضد الملعب الجيرسي في صفاقس بالذات، وكانت حتى في البلاي اوف معناتها بالرشا طلعنا للبلاي اوف، معناتها كان ما عودناش ماتش جيبس يمكن ما نطلعوش. والكاف بالنسبه للكاف اول حاجه مجموعه نتاع اللاعبين اللي موجودين في السي اس اس وقتها اي مدرب ينجم ينجح معاهم، معناتها الملاعبيه اللي كاليتي تكنيك نتاع الملاعبيه موجودين. لازم نقول كيما قلت انا قبل مانيش خاطر انا عشت الفتره هذيك، زاد محمد الدو كان موجود، الهيئه كانت موفره كل الظروف، زاد النجاح راه تجيب مدرب ومتوفرلوش الظروف باش ينجح ما نجمش ينجح. هذا من كلهم عوامل اللي انا شفتهم وعشتهم مع كرول، معناتها لكن اليوم النادي الافريقي اختار المدرب كرول، اليوم احنا نحترم اختيار النادي الافريقي، ماناش باش نجموا ندخلوا في اختيارات من نتاع النادي الافريقي، نتمنى له حظ سعيد، نتمنى له ان شاء الله ربي يوفقه، ان شاء الله نكون انا غلط زاد بوركوا با، بالعكس انا نطلع مانيش نفهم الكره كما يفهموها الناس اخرين،
وان شاء الله نتمنى له حظ سعيد هو والمجموعه نتاعو بالطبيعه. مراد نرجع لك خاطر مراد ماهوش موافقك على رايك في كرول، ولكن كنت قلت لي قبيله واحنا في الواحد انه شكري لوعر كان هو وراء اقاله رودو كرول. اكد هذا شكري ولا شكري اليد الخفيه في الترجي؟ اليد الخفيه ذاك انت تعرف الايدي الخفيه الكل. لا نعرف هو تبارك الله. شكري علاش اقلت كرول؟ لا ودي النتائج هي اللي اقلت كرول، مش مع الترجي نعرفوا المسيره معناتها ماهيش باهيه اللي عمل بها. تصور اسبيرونس اليميني من التور الاولاني من الكاف عمل نتائج كارثيه، هذاك الشيء اللي خلى معناتها خلى الترجي يستغنى عليه في وقت قصير. يعني شوف ما فماش مدرب ما تنحيه كان النتائج، ولذا الناصر البدوي ممكن عنده صفه في صفاقس باش ينحي كرول، اما انا وقتها ما عنديش صفه في الترجي باش ينحي كرول. مراد انت نعرف موقفك من كرول عكس موقف الناصر البدوي، على الاقل الارقام تتكلم. السيد هذا ينجح، هز بطوله جنوب افريقيا مع اورلاندو بايرتس، هز بطوله مع الترجي، بطوله مع صفاقس، الكاف مع نادي رياضي صفاقسي، وين مشى تقريبا فاز بلقب كاس ماستر مع الزمالك. اذا كان نحكيو ارقام كمدرب السيد هذا ناجح. مش بركة ارقام، انا ما نشطرش راي ناصر، ولو بطبيعه الحال ناصر كان موجود يوميا معاه، يعني انا موقفي كملاحظ هو، موقفه كبروفيسيونيل عايش كل يوم، فاكيد عنده عيوب نتاع الحياه اليوميه والتدريب اليومي اللي انا ما نجمش نحكم عليها طبعا. لكن يبقى ما نشطروش كي يقول انه سي سي اي انترينور كان يهز معاه الالقاب، مش صحيح، لانه الفريق وقتها فريق حتى معدل اعمار صغير، ما عندوش ملاعبيه نتاع خبره. كرول ساهم باش خلى برشا ملاعبيه تحسن مستواهم، كما الثلاثي اللي غادر سي سي معناها روج وفرجاني سيسي وندونغ، وحسن في مستوى رامي جريدي، وحسب رايي زاد في الترجي تظلم شويه لانه ما كانلوش برشا وقت. كان انا متاكد انه معناها لو كان قعد رود كرول كان زاد عام اخر في ليسبيرونس كان يوصل بها بعيد. وحتى في ليكيب ناسيونال جوست باش نكمل، وفي ليكيب ناسيونال لعب زوز ماتشوات، نتذكر ماتشون سول كامل ما نجموش نحكوا عليه نظلموه، كان باش نحكموا على كرول. في الالي عملنا تقريب واحد من احسن ماتشوات نتاع ليكيب ناسيونال في رات، اما في الباهي والخايب يظل ما نحكموش عليه لانه مقابله. لكن عموما اليوم تقريبا مدرب رانا ليكيب ناسيونال وليسبيرونس وسي اس اس، شكون اللي فما كيفو؟ فما ميشيل دو كاستيل اللي رانا الثلاثي الثلاثه الكبار، فما فوزي البنزرتي، فما مراد محجوب. معناها كرول اليوم في الكره التونسيه يعرف، ما نقولش شقيقه ورقيقه، ولكن يعرف مليح الواقع التونسي وهو المدرب المناسب حسب رايي. شكرا. حبيت تعقب على كلام مراد؟ ما تجيش تتصور انت يعني الترجي يلم نقطه في باركور تاع كاف، معناتها ماهيش اي نتيجه ولا اي واحد، معناتها بالنسبه لنا نحن حاجات ماهيش مقبوله. هز بطوله ما نحبش ندخل في دي ديتاي كبار. لا عليه ادخل اشبيه. لا معناتها بطوله تجي تلقى ايكيب حاضره، تجي تلقى كل شيء جاهز، ساهل برشا باش تهز بطوله في الترجي، لانه الظروف كلها ملائمه واحد. ولذا نشوفوا احنا اليوم السنه معناتها عملنا روتوش صغير، ماناش بعاد على المرتبه الاولى، عملنا معناتها ديتاي صغار صلحناهم، ما عادش معناتها بعاد على معناتها على المرتبه الاولى، معناتها ولا باش نلعبوا على البطوله. ولذا في الترجي الظروف كلها ملائمه باش اي انسان يهز بطوله، وانا نشاطر ناصر بدوي كما وقتها السي اس اس، فريق حاضر، فريق جاهز الى اقصى حد، يتمتع معناتها بلاعبين ممتازين من في احسن جينيراسيون ممكن تعديت بصفاقس معناتها بالعشر سنين الاخرانيين. ولذا معناتها جو بونس كو رود كرول سي فري اكيد عنده ميريت معناتها في بورسنتاج كبير، لكن ما ننساوش اللي سي اس اس وقتها تمتعت بجينيراسيون خشينه ياسر باش نجم استعملها كرول. كابتن انت ديما تقول الملاعبيه هما اللي يصنعوا المدربين، وهذا مدرب بالارقام تدافع عليه، يعني علاش كرول في قفص الاتهام؟ علاش ما نقولوش السيد هذا نجح؟ مش في قفص الاتهام، ولكن كما قال الناصر احنا نحترموا ساعه وحشي راي النادي الافريقي. هو عنده مقاييس النادي الافريقي لاختيار هذا المدرب، وان المدرب نتائج يحكم على النتائج وليس على الماضي. ينساو كرول فما تعرفش لعب اجاكس ولا ما لعبش اجاكس ولا كره هولنديه، ولكن انا نوافق ناصر وشكري في ان جاء في اوباما بالنسبه لصفاقس وبالنسبه للترجي. بالنسبه للترجي تبقى تقول لي انت راهو معناها فاز بالبطوله، فاز بكذا بكذا، ولكن نقول لك انا زاد قعد شهرين في الرجاء، وما ادراك من الرجاء قعد فيها شهرين.
هل ترى الظروف اللي كانت متاحة للنجاح كانت متوفرة في النادي الرياضي الصفاقسي ومتوفرة في الترجي الرياضي التونسي؟ بقى ذكا وهذا حكمي، ما تبقى ما نحبوش نحكموا كما صار على ساري تاع نابولي. توا جماعتين عملوا واحدة كي مانشيت في دومينيك سبورتيفا، قالوا له نوز اكسكوز خاطر وقت يخدع نابولي صار الناس كل دخلت عليه. نابولي توا بعد 25 سنة بعد مارادونا 25 سنة هو بطل الذهاب، دونك نخليه النتائج هي اللي تحكم عليه. فتح المودي، نحكي على مدرب يتم انتدابه في وسط موسم، صعيب ديجا باش تلقى مدرب ماهوش متعاقد مع فريق، نحكي على مدرب تم انتدابه يعرف اجواء الكره التونسيه، نجح وين مر، يعني تقريبا هيئه الافريقي احسنت الاختيار اذا كان ناخذ اون كونسيدراسيون كل العوامل هذه. هي اختيار منطقي جدا، الاختيار مش سهل باش تلقى مدرب في وسط الموسم. كان نتذكر وقتها عملنا كل الأربعة مدربين وحكينا، قلنا إذا كان مش نبيل معلول نجم يكون رود كرول، معناها فما منطق في الحكاية الكل. تبقى اليوم راهو أي مدرب تحطه في إطار آخر وفي جو آخر يعطيك مورينو كما مخسر حتى مقابلة 30 مقابلة كما خسر 8-15، معناها أنت والإطار. دونك حكمنا اليوم التاريخ، تو احنا قاعدين نحكيه في التاريخ، اليوم احنا في الحاضر باش يجي توا. اليوم في النادي الافريقي عنده تحدي كبير ياسر، في السي اس اس يقع كل شيء حاضر، في الترجي يقع كل شيء حاضر، اليوم في النادي الافريقي كل شيء تا كونستروي، اليوم كل شيء باش يتبنى. النجم وقتها يكون الحكم تاعنا موضوعي، لانه يعني مش نفس الاطار، مش نفس التوقيت، مش نفس الظروف اللي جاء فيهم للترجي وللنادي الصفاقسي ولليوم للنادي الافريقي. ربما اليوم نحكموا على رود كرول كمدرب، ربما كونستركتور باش يعمل لك جمعيه من عدم، عنده كل شيء، لي بارامتر كل عنده، الملاعبيه عنده موجودين، النادي الافريقي عنده افكتيف باهي ياسر، عنده ماتير بريمير هايله ياسر. اذا كان الاصابات تنتهي اليوم رود كرول ينجم يخدم خدمه كبيره ونجم يبهر الناس الكل. انا اللي قلقني شويه وانه معناها في الحكم متاعنا كنا قاسين شوية على كرول بالنسبة للماضي، بينما الأرقام تتكلم، معناها جاي يلقى بون شبيه اللي جاي قبله مو فما موجودش، ما عملش، دونك اللي جاي قبله كان موجود قبله بقى. دونك ما نكونوش قاسين ياسر، راهو المدرب قبله ما تكلاساش بينا الاخراني في البول. صحيح، دونك فما نتائج، فما اللي نحب نقوله اليوم بالنسبة للنادي الافريقي عمل أحسن اختيار. مدرب في السوق مش سهل باش تلقى مدرب في الفترة هذه، يلقى مدرب. القوة نتاع كرول راهو عدى عام وثمانية شهور في تونس، راهو عام وثمانية شهور نحكيو على الناس عدد خمسة ستة سنين، فاز بجوج بطولات وبكأس كاف، جوج بطولات ورانا الفريق تاعو في السي في نتاعو محطوط تونتورنور ليك. حكيت على التحديات الكبيرة اللي تنتظر، على التحديات الكبيرة اللي تنتظر كرول في النادي الافريقي، ثم تحديات كبيرة ويمكن أكبر تنتظر ملاعبي اليوم باش يدرب الملعب التونسي، ملاعبي قديم ابن الجمعية وهو اليوم مدرب ماهر الكنزاري. هذا شنو اللي جرى في الندوة الصحفية اللي عقدها الملعب التونسي؟ بعد تشخيص الوضعية الكارثية في النصف الأول من السباق، الملعب التونسي بشكل مغاير قبل انطلاق مرحلة الإياب، وكل أمل في استعادة مكان المعطي. احنا عدينا تقريبا 90 يوم قمنا فيها خلالها، معناها بتدقيقات، نقول تدقيق راه مش من جانب السلبي، من جانب الإيجابي، شنو هو التطوير نجمو نعملوه، شنو هي الحاجات الجديدة لازم نجدوها الملعب التونسي. ورقينا من الصالح وكون نقوم بأعمال كي من هذه، ندوات صحفية، نحطوا سيت ويب بروفيسيونيل للجمعية، هذا على مستوى العمل اللي إن شاء الله يثمر ويعطي ثماره في المستقبل. على المستوى معناها القصير، هذا هي الجمعية وصلت لحالة كارثية من النتائج، والنتائج هذه ما هو مسؤول عليها المدرب ولا اللاعبين. وضعية صعبة خلاته في أسفل الترتيب، وجولات قادمة بمثابة مباريات كأس، ماهر الكنزاري ابن النادي ومجموعته مطالبين بإنقاذ الفريق. ما خممت في حد شيء إلا في باش نقوم بالواجب نتاعي أونفير مون كلوب دوريجين اللي عشت فيه واللي بديت فيه حياتي واللي عنده علي معناتها فضل كبير للشيء اللي انا فيه اليوم، وان شاء الله نردوا شويه من الشيء اللي خديناه من فريقنا الملعب التونسي. والله انا سام في مالو كور كي نشوف فريق كي الملعب التونسي ياخذ دي بري، معناتها كيف يلقى روحه في وضعيات كيما هكايه ويلي اوبليجي باش يعمل دي جوغ بري، معناتها ماهوش من قيمه فريق كيما الملعب التونسي. بالنسبه لينا جوست دو كونتر les joueurs prêts OK لكن parfois il y a des obligations tu es obligé de faire des concessions. لا الاستاد ما نستحقش المكان اللي فيه خاطر تقعد جمعيه كبيره باسمه وتاريخه،
هذول اللي اليوم معناها سواء قدم ولا جدد ليسونسييل معناها نكملوا في السيزون معناها باش كيما نقولوا احنا نرجعوا وقفوا الجميع على ساقيها وقلت ربي ان شاء الله في مكان الخير ان شاء الله. الرهان باش يكون كبير والملعب التونسي اللي عاش في الموسم قبل الماضي نفس الظروف قادر على تحقيق اهداف واذا تجندت كل الاطراف مع الفريق. شكري نبدا بك انت، كلام اللي تقال حول اقاله المدرب الاسعد الدريدي انه بحث على رجة نفسيه بالرغم من انه الهيئه المديره تقول اني مقتنعه بالعمل اللي قدمه الاسعد الدريدي في الملعب التونسي. اليوم تمت الاقاله وتم جلب ماهر الكنزاري لتدريب الفريق، انت كملاعب قديم وكمسؤول في الترجي تامل بالرجة النفسيه تحدث هذه للملاعب تنجم تعطي دفعه اخرى للافكتيف؟ موجوده في قاموس الكره موجوده نعرفوا. الاسعد الدريدي قام معناتها بعامين ونص ولا ثلاث سنين معناتها ممتازين نوعا ما بامكانيات الملعب التونسي خاطر الحقيقه 4 سنين ونقوز الخطر معناتها يضرب في باردو. لكن للاسف في كل عام معناتها تغيير الملعب التونسي ما تعودناش بها في المراتب هذه وما تعودناش بها في الوضعيات هذه، فريق من اعرق الفرق التونسيه. يعني بوزيسيون تحير الحقيقه. الاسعد الدريدي نرجعوا الاسعد قام بعمل ممتاز، ما ننساوش اللي الجوار اللي دخلوا معناتها الملعب التونسي ما فماش ملاعبيه اللي كبار، ما فماش اسوام كبيره نشوفوا فيها، تعامل على حسب الميزانيه نتاع الملعب التونسي، واليوم الملعب التونسي اونكور اون فوا معناتها يتحط في سيتياسيون خايبه. جو بونس كو اليوم الثمن معناتها مش الناس اللي خدمت اليوم كيما رئيس النادي اليوم تخلى على شانتي كبير، ماهر كنزاري اليوم معناتها تحمل المسؤوليه بالنسبه لي هو ديفي كبير زاده كيف كيف، 5 انتدابات في الميركاتو هذا معناتها جو بونس كو كم لاعبيه 10 كم لاعبيه 10 ان شاء الله تكون لا كاليتي موجوده مش الكونتيتي. على كل ان شاء الله في الشهر هذا الملعب التونسي يعرف كيفاش يحضر روحه للفاز روتور. حقيقة أنا عندي محبة خاصة للملعب التونسي لكن نتمنى لها كل يعني كل التوفيق كل التوفيق. مراد مدرب جديد 10 ملاعبية حاجة باهية ولكن يلزمهم برشا وقت باش يتأقلموا، اليوم العدو رقم واحد للملعب التونسي هو الوقت، ما عادش عنده وقت يخسر الملعب التونسي، تحدي رقم واحد بالنسبة لماهر الكنزاري ذولي. هو نجم تقول كود بوكير كيف ما يقولوا معناها لو تو بور لو تو، عامين التالي نجح ما يلزمناش ننساو هذا انه عامين التالي ستاد كان في وضعيه حتى اخيب من هذه لانه وقت الميركاتو نتاع 2014 الملعب التونسي كان في اخر ترتيب، مرة هذه الملعب التونسي في المرتبه 14 وكيف كيف تبدلوا برشا، تذكروا وقت الرئيس نور حدادي ثولي وقت الرئيس بدل الملعب التونسي 8 ملاعبين، المره هذه الوضعية الرياضية تقريبا في نفس الموقع ولكن كأداء وكأسلوب لعب الملعب التونسي ما لقاش روحه. وأنا نشاطر شكري 100%، أنا مانيش مع تبديل المدربين لكن بون مدرب عطيته الفازة ليه الكل ما عطاش نتيجة، حتى لو كان سيفريان والإمكانيات كانت متواضعة والفريق ماهوش قوي، للأسف الملعب التونسي اليوم يلزمه يدخل الشامبيونات بعقلية أخرى وهي عقلية الفرق اللي تلعب على السقوط. وهذا جديد بالنسبه للاستاد لانه استاد جمعيه كبيره وجمهورها كبير وتاريخها كبير لكن حاضرها ماهوش كبير، هذا يلزم تغيير نتاع عقليه. نتمنى انه ماهر الكنزاري يكون الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب خاطر الوقت هذا ماهوش وقت نتاع جماليه نتاع لعب نتاع اسبري كوموندو، هل انه باش يقدر ان شاء الله نتمنى انه ماهر ينجح في اعطاء الروح هذه. كابتن ترى انه الهيئه المديره نتاع الملعب التونسي ظلمت شويه لسعد الدريدي وقت اللي تمت اقالته تقوم بانتداب 10 ملاعبيه تحطهم على ذمه ماهر الكنزاري، ما كانش بالاحرى باش تعطيه فرصته اذا كان بالحق مامنه بالعمل نتاعه وتعطيه الملاعبيه اللي هو؟ انا اعتقد انا لسعد هو اللي يمكن طلب الرحيل. خاطر رسالته مامو لونترنور راهو معناها حاول منا في الاخر بون الاسعد واحد يزمو يشكروا على سنتين ونص كما قال شكري العمل الجبار ومنع استاد وكذا، ولكن سؤال اليوم امام هذا الارمادا الكبيره تاع الملاعبيه معناها 10 ملاعبين، سؤال مطروح كما قلت هو كما قلت انت التاقلم واللحمه كيفاش باش يعمل، السؤال الثاني اكبر عدو للاستاد هو الوقت كيفاش يربح الوقت على الوقت اللي ضاع، ثالث حاجة بالنسبة لي أنا كمدرب وهي الأهم والأساسي الملاعبية ذوما شو الجاهزية نتاعهم قداش ماتش لعبوا،
عليه خاطر في الميركاتو يقول لك ما الجدوى وما التكلفه. ما الجدوى معناها انا كنت في مكان حب نحسن مكان اخر، عندي لا تاكس با عندي كذا، ولكن يلزمني وقت ناخذ واحد يسي ايمتنا توا يعطيني اليوم مش نصبر عليه. بقى هذا هو سؤال مطروح، جاهزيه اللاعبين هذينا كما قلت انت على الوقت، الوقت ما يستناش الملاعبيه هذيا بعد. نعم بالعربيه التقمير معناها بون يكون الكل في الكل يكون باش يهز المورال للنجم تنجم بتاتر الملاعبيه باش نرجعوا نحكيوا بعد شويه على ميركاتو لاعبين واهم الانتدابات اللي صارت واللي ابرزها صارت في الملعب التونسي اللي قام بعشرة انتدابات. صاحب المركز الثاني في الانتدابات هو القوافل. خلينا في سوق المدربين هات نعملوا قراءه في ابرز الانتقالات اللي حصلت بالنسبه للمدربين تيله مرحله الذهاب من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. بعد نهاية مرحلة الذهاب تنقلات المدربين ظاهرة جلبة الأنظار، 25 اسم في 9 أندية من جملة 16 في الرابطة المحترفة الأولى. شبيبة القيروان أكثر الفرق تغيير وأربع أسماء الدولة على الفريق، البداية كانت معلوك إيمايل يخلفوا سالم القضامي في مباراة النادي الإفريقي، دوره خلي مكانه نجيب خواجة في مباراة القصرين، وبعد المهمة توكل الفرنسي باسكال جانا. النادي الإفريقي يقيل الفرنسي سانشيز بعد هزيمة الدربي، نبيل الكوكي تسلم المهام مرحلة ما دامتش برشا، تعادل في حمام لنفي خلي رئيس النادي سليم الراحي يقيل ابن الفريق بين الشوطين، محرز بن علي وصل قيادة الفريق في بقية مشوار الذهاب، رود كرول هو الاسم الرابع في البارك آل للمرحلة القادمة. قوافل قفصة بدايتها كانت مع حمادي الدو، سوء النتائج يخلي إدارة الفريق تعوضه بخالد بن يحيى، ولنفس الأسباب تم الإقالة والتعاقد مع قيس اليعقوب. أولمبيك سيدي بوزيد ضيف الرابطة الأولى بدايته مع الأسعد معمر كانت إيجابية، عرض مغري المدرب يخليه غادر الفريق، الاختيار تم على طارق ثابت ما طولش برشا، في ظروف غامضة يتم الاستغناء على خدماته والفريق يجد في سمير الجويلي الحل. مستقبل القصرين اعتمد على زوز مدربي، بداية كانت مع فاروق الجنحاوي صاحب الصعود في الموسم الفارط اللي غادر بعد سوء النتائج، ثامر السهلي كمل مع الفريق مرحلة الذهاب بعد اتفاق مع كمال الزويغي مرحلة الإياب بمدرب ثاني. النادي البنزرتي بعد 7 جولات الأولى مع غازي الغريري تتم الإقالة، سوء النتائج يخلي هيئة بن غربية تستنجد بابن النادي يوسف زواوي اللي معاه رجع الفريق للسكة الصحيحة. اتحاد بن قردين بعد جولات أولى مع لطفي السبتي عرف فيها الفريق بعض النتائج السلبية، بعد عديد المشاورات سفيان الحدوسي يقبل العرض وكمل المشوار. عرض خليجي مغري لمراد العقبي خليه غادر الملعب الجيبسي بعد نجاحات عديدة في قرابة زوز مواسم. هيئة صابر الجميعي تنتظر نهاية رحلة المنتخب الأولمبي في الكان، تتعاقد مع المدرب نزار خفير لمواصلة المشوار. الملعب التونسي بعد 3 سنين مع المدرب الأسعد الدريدي خير الاستغناء على ابن النيل مباشرة بعد هزيمة آخر جولة في مرحلة الذهاب، وضعية خليت هيئة غازي بن تونس تسلم المهمة للمدرب ماهر الكنزاري اللاعب السابق للفريق، والمطلوب الخروج من الوضعية الصعيبة والوصول بالنادي إلى بر الأمام بعد الانتدابات الأخيرة. ميركاتو المدربين ختموا اليوم الملعب التونسي بالتعاقد مع الكنزاري، والأكيد أن الأعداد قابل للزيادة خاصة وإحنا على أبواب مرحلة حاسمة في السباق تعترف كان بالنتائج. فتح المولدي أرقام مفزعة، 25 اسم في 9 فرق في 15 جولة فقط في مرحلة الذهاب، والغريب في الأمر فتحي أنه كل المسؤولين تحكي على مشروع فريق على بروجي جو نبنيو فيه على سنوات، 25 اسم نعاود في 9 فرق. أي نجم يحكي وش يحبوا منها، مشروع متاع مقابلة ما أنه لين يجيبوا مدربين متاع زوز ثلاثة مقابلات، شوف النتائج اللي تحكم، الشارع هو اللي يحكم، وساعات راه المدرب يجي معناها من الجمعة الأولى من المقابلة الأولى اللي يخسرها، إذا كان خسرها يسمع اللي ما عمره ما سمعه ويزحوج ويمشي يروح.
اليوم ومازال الارقام راهي ماهيش مفزعة على خاطر مازال القادم معناها تتفرج معناها الاقالات، ولو انه من ناحيه بين ظفرين القانونيه كلهم فاتوا الكوتا نتاعهم معناها كلهم عندهم الحق في ثلاثه مدربين، ولكن الامور ماهم سايبه. المهم اليوم وانه هذا يعطيك فكره على عدم الاستقرار على مستوى الفرق الكل، هذا يأثر على المستوى، هذا يأثر على الفرجة، هذا يأثر على اللي يراوه فوق الميدان. ماك تعرف مدرب كي يجي ويعرف روحه أنه إذا كان ما ينتصرش وهذه مقابلة الأمل الأخير كذا، تعرف التعليمات شنية وتشوفك العنف وتشوف البنك كيفاش كذا، دونك الأمور كل مربوطة ببعضها. راهو المدربين ما همش حلقة مستقلة على واقع البطولة التونسية، واقع البطولة التونسية وراء بريزيدون يقول له ما تربحش المقابله هذه راك باش تمشي تروح، وراء الشارع ما تربحش المقابله هذه راهو كذا. هو كالضغط اللي يسلط عليه الشارع ويسلطوا عليه الهيئه المديره، هو يسلطوا على الملاعبيه، اسمع اليوم راهو كذا. دونك يعطينا الصوره اللي ماهيش حلوه تماما، نضيف لها ميادين ماهيش باهيه، نضيف لها الاخطاء اللي موجوده معناها ساعات تحكيميه ولو انها ماهيش هي الاساس، تعطيك صوره مع الاسف مش باهية بالكل الكرة التونسية. ونتمنى توا اليوم الشهر هذايا الأعصاب تهدأ شوية، نتمنى للجمعيات الشهر هذي برشا جمعيات. بالله حبيت نقول كلمة على الملعب التونسي، الملعب التونسي عمل عملية انتحار في الصيف، الانتحار وقع في الصيف على الملعب التونسي. وقت اللي تجي انت الركائز نتاعك الملاعبية اللي العام اللي قبله معناها تطيح تمنع بمعجزه، العام اللي بعده توفى سيزيام عندها اكيب تعمل كيف معناها عملت تجي في الصيف العواضي وغيرهم وغيرهم ومشاو بلاش اون بلوس معناها كولون فيرتبرال نتاع. دونك عمليه انتحار اليوم عندك 10 ملاعبيه، فما حاجه باهيه، فما حاجه باهيه اللي لاحظتها في الانتدابات تاع الملعب التونسي على 10 فما 7 اقل عقد بعام ونص، معناها مش انتدابات نتاع 6 اشهر باش نعدي. رجعين باش نحكيو على الملاعبيه بعد شويه، بعد شويه باش نحكيو على الملاعبيه. خليني في انتقالات المدربين، كما قلت الفتحي ناصر الارقام مفزعه، والمسؤول رقم واحد على هذا هو مسؤولي الفرق والهيئات المديره ورؤساء الفرق. انت كنت مسؤول في السي اس اس مثلا، شكون مطالب ولا شكون اللي عنده مسؤوليه تقييم عمل المدرب اللي نجم يقول السيد هذا مش قاعد يخدم ما عادش ينفع الجمعيه يخرج يكمل ايه ولا شكون كان مسؤول في السي اس اس؟ والله كان مش نعمل توا انا شكر روحه معناتها ما يصيرش، مش نقول لك انا راهو من الناس اللي ضد المدربين، لكن واحد تاريخه ينجم يشد عليه معناتها من إقالة المدربين معناتها انا من القلائل اللي نمن برشا بالبروجي ونمن بالخدمه ونمن بالمسؤول شو يوفر، نمن بالرصيد البشري شو عندك. بعد ساعات تبدا ما عندكش قماش، يبدا عندك مدرب ممتاز ما عندكش اتاكون الكافي، ما عندكش ليفيكتيف نتاعك تبدل، خرجوا ملاعبيه دخلوا ملاعبيه، هذا كل لازم يقيمه المسؤول اللي موجود يشرف على الفريق. وتنجم ترجع للتاريخ اللي سيرت فيه في الفتره الكل، معناتها قل وين يدر انه باش نسيب المدرب، والمدربين اللي خدموا معايا في الفتره اللي خدمت بها الكل نمن انه الخدمه كما قال خالد قبل، مدرب عنده 30% الباقي تجي البريمات في وقتها، تجي لومبيونس في الفيستير، تجي الانتدابات، تجي كاليتي دي جوار، هذا الكل يزمو يتوفر. اليوم كي تشوف انت الكلوب افريكان بدلت ثلاثه مدربين معناتها مارشون بعد الكوكي سانشيز وبعد الكوكي وبعد محرز بن علي محرز بن علي كان جوان لعب ثلاثه مقابلات حمادي الدو خالد بن يحيى من بعد معناتها فريمون قيس معناتها هذا كله يبين انه في 15 ماتش بدلنا فما فرق معناتها اللي هي عندها الثوابت بدلت ثلاثه مدربين. هذا معناتها علاش نخافوا احنا نقولوا راهو يلزم نختار المدرب، هو راهو نقول لك هلك انا من باب الامانه معناتها من اصعب الحاجات بالنسبه للمسؤول هو انتداب المدرب، معناتها قرار انك تنتدب مدرب هي من اصعب القرارات على خاطر هو اللي باش تنجم تبني عليه الفريق وتنجم تنجح فيه وتنجم ما تنجحش فيه. مراد البرا شنو المعمول به في الفرق الكبيره مثلا كي تجيب مدرب قيمه مورينو، شكون تحط عليه باش يراقب الكاليتي نتاع خدمه المدرب هذاك واللي ياخذ قرار نكملوا معاه السيد اي ولا، وعلاش ما نقلوش على الموديل نتاع البرا؟ خلي ساعه نوضحوا حاجه، انت كي حكيت على رقم مفزع، رقم مفزع راهو يمس الفرق الصغيره والمتوسطه، خاطر سنالو كان ناخذوا الاربعه الكبار استثناء النادي الافريقي اللي هو استثناء كبير وفريد من نوعه، ما ننساوش لهذه أسوأ انطلاقة في التاريخ فريق متحصل على بطل تونس، معناها ما عمرها ما صارت.
ثلاثة الكبار استحفظوا على مدربيهم بالرغم من بعض الإشكاليات. دونك ما نقارنوش مورينيو يدرب إيكيب كبيرة. ترجي أقل مدرب ولكن مش في البطولة، معناها بدا بكاف نحا في أول جولة. لا هو نرجع المرة أخرى حسب رأيي هو مسألة متاع اتصال متاع كما نقولوا احنا كوميونيكاسيون، لأنه أنا نحكي برشا مع المسيرين ما همش قادرين في أول سيزون أنه يقولوا للأحباء راهو احنا الهدف نتاعنا السنة هو أنه نجيو في المرتبة 11. مثلا انا راه ثلاثه فرق اللي جات عمناول من الرابطه الثانيه الهدف نتاعها انه نجي في المرتبه 13. إيه في البطولات الاوروبيه شنو المعمول به؟ شكون يقيم عمل المدرب معناه؟ المدير الفني والرئيس معناه هذا ما فيهش الرئيس يدخل في التقييم معناه وياخذ قرار. انت والرئيس، لكن عموما فما المانجر جنرال المدير الفني لا الرئيس يدخل بالطبيعه. انت والرئيس هنا نلوموا عليه الرئيس كي يدخل كي ياخذ قرار. مش البلدان الكل كيف كيف، في فرنسا مثلا في بلدان الجنوب فرنسا وايطاليا واسبانيا الرئيس يدخل. في انجلترا رئيس هو فات رئيس مجلس اداره حط فلوسه في جمعيه ينجم يكون ايزلندي ولا شو اسمه نتاع سنغافوره اللي شرا الجمعيه نتاعو ما عنده حتى فكره على الكره يجي في الاخر يحب البيلون نتاع الفلوس يعني يقول لك ربحت ولا خسرت فلوس. احنا ثقافتنا ثقافه متوسطيه يعني السود لا ميديتراني، احنا دمنا سخون كي اسبانيور كي تلين يطردوا برشا المدربين. احنا ثقافتنا ايطاليه. هو يقول لك مش كان في تونس كابتن الرؤساء ياخذوا قرار اقاله المدرب ويقيموا عمل المدرب، واثنين ثم راي يقول لك الرئيس الجمعيه اليوم في تونس يدفع في برشا فلوس من مكتوبه من حقه باش يحط المدرب اللي راه يمشي والمشروع اللي في مخه. ولكن الرفيق مش الكل يدفع في مكتوبه. صحيح 99% دعم يمشيوا للوالي يعملوا له واحد يمشي له كذا تنقل في الجرايد تنقل تو فما والي تو لاعب جمعيه تو ما نحبش نقول شكون كل يوم نقرا اسمه فهمتني. بقى الفرق البول الشاسع بيننا وبينهم غاديكا سيت اون انستيتيسيون غاديكا شو لا مقارنه بينا وبينهم. وحاجه اخرى غاديكا يملكوا النوادي نتاعهم يعملوا اللي يحب بالسكوري نتاعو يعملوا اللي يحب يخلي انزاغي انزاغي عمناول الناس كل قلبت عليه خليه قال لك في الاخر عنده حق لكم مش يجي عليه خاطر قبيله قال كلمه باهي قال القماش القماش وفيه قعدوا كان الخياطه بكل احترامي للخياطه. ولكن باش ما نطولش فما مثل ايطالي يقول لك نجم تجيب على نجموا نحطوه على المدربين نجم تجيب احسن طباخ في العالم ولكن كي عندك في الفريجيدير الشيكوريا ما تاكل كان شيكوريا. معناها انت والملاعبيه انت الماده الاوليه تبقى الاهداف في تونس تولد في البطوله ساعه ساعه فريق يقول لك نلعب على التيح حلقه روحوا الدوزيام احسن مثال وقلناها هنا في استديو اول مره وقت جبتوا المسؤول على سيدي بوزيد معناها ولا يحبوا يلعبوا على الكاف ويلعبوا على كذا ويلعبوا كذا الور كل الهدف الاولاني هو سيلو مانتيا فوالا كي تدخل بعدها صحيح وليت تولي الاهداف اكثر من المسائل يعني. تفضل. ومن اهداف الجمعيات الانتدابات اللي تصير في الميركاتو الشتوي كابتن خالد حسني نحكيه على زوز من ابرز الاسماء اللي سمعنا بهم في الميركاتو هذايا العويشي وعلاء المرزوقي ونرجو بعد شويه نحكيه شنو جرى في سوق الانتقالات نتاع اللاعبين. بعد احتراف بنجاح في البطولة القطرية وتواصل الإشكال مع كوستا النجم يتدبيتور جي اس كا محمد العويشي. جيت نجم نادي الساحلي جمعية كبيرة عبد الكل تعرف هذا واحد يحب يلعب على التدروات وإن شاء الله جمهورية تونس يكون كنا به إن شاء الله. ملاعبي ماركا 7 بونتو في 14 ماتش من فاز عليه تحصل فيهم على جوج ضربات جزاء وسجل واحد. كي نبدا نكور نبدا شايح عليز الحمد لله. صفقة انتقال العويشي من جي اس كا للنجم تبقى أهم صفقة للملاعب صح مع ليتوار 3.5 سنين قيمة عقد جملية بلغت 250 ألف دينار في أغلى عملية ترانسفير بين جي اس كا ليتوار. لاعب آخر جلب الانتباه في الفاز عليه متاع البطولة مهاجم الملعب التونسي علاء الدين المرزوقي. المرزوقي 26 سنة بدا كاريرو مع الكلوب أفريكان من 2011 ل 2013 وبعدها عمل عام في حمام فوسا ومن بعد تحول للملعب التونسي. ليكس ستاديست صح مع سي اس اس كونت 4.5 سنين بعد ما كان الاتفاق الاول انه باش يلتحق بالفريق في جوان الا انه هيئه سي اس اس توافقت باش تقنع هيئه البقلاوه بالتفريط في المرزوقي في جانفي هذا.
مراد، كنا من الاولانيين اللي حكينا على عويشي واللي قلنا انه قد يغادر الشبيبه في اي وقت، لانه ملابي قاعد يوري في برشا كوره في البطوله نتاعنا. يظهر لي النجم الساحلي وزياد الجزيري عرفوا يختاروا الملابي نتاعهم اللي انتدبوه في الميركاتو. صحيح، احنا حتى الصور هذه اللي تشوفوا فيها مع العويشي ذول يصوروها في شهر اكتوبر. صحيح. دوب ما بدا عنده حاجه، ملاعبي عنده حاجه في خلينا نقولوا في الـ في, الـ في الاسلوب نتاع جي اس كاسني، معناها ملاعبيه ماهمش قوي ياسر بدنيا لكن فنيين فنيا ممتازين، ينجم انا حسب رايي نجم يعطي اضافه لتوال. بعد مع كل احتراماتي اللعب مع جي اس كا واللعب مع لتوال لا علاقه، معناها هذه باش تلعب على التيتر. لتوال جمعيه كي تعمل ماتش نيل الدنيا تقفوا تقعد وكيفاش يقولوا تقوموا تقعد باش يلعب تشامبيونز ليج، معناها في اعلى مستوى افريقي. لكن راى انه ملاعبي عنده حاجه يحبها برشا خالد، وانا موافقه، ملاعبي نتاع فرجه وهذا نقصنا في تونس. بالنسبه على الدين مرزوقي سانوتر كاي هذول استغلت فرصه خاطرو اون فان كونترا، ما العويشي فاجانا في اخر لحظات الميركاتو. توافق مرات يقول لك العويشي ملاعبي نتاع فرجه من الملاعبين اللي نفتقدوهم شويه في بطولتنا كابتن. صحيح، خاطر احنا في حاجه في تونس لاعبين توا بمستوى فني مهاريين، خاطر الكوره فرجه، ولكن بكل اسف الميادين ما تسمح لكش باش تقدم هالسبكتاكل هذا، بالرغم اللي فما ملاعبيه عندهم الوسائل الفنيه الكافيه باش يقدموا. معناها هو منهم ومن تبقى نفس الشيء، معناها مراد نفس الشيء تو مش نتفاهم. تبدلتوا برشا جا الحلقه هذه. لا لا لا، لا. كي نتكلموا على الكوره، كي نتكلموا على الكوره فما نقاط معناها نتلقاو فيها، ولو فما كلمه قالوا شنو هما دو عمرهم يتلقاو يا اخي يتلقاو. حتى المتوازيين المتوازيين بقى. صحيح كنت انت فديت في قروان، تو مش تمشي لطوال وتمشي سي با لا ميم شوز، ترجي لطوال ولا صفاقس، انت كنت فديت توا يلزمك تقلع بلاصه، وهذا هو المشكل اللي يواجه كل اللاعبين اللي كانوا هما الكل في جمعيات ومشيوا لجمعيات كبار. انت داب كبير عمل ضجه خليني نقول الثانيه في سوق الميركاتو نتاع سناء، علاء مرزوق اللي تحول من الملعب التونسي للنادي الرياضي الصفاقسي، كان من المنتظر باش يتحول اخر الموسم، ولكن نظرا لانه ما عادش عنده عقد يربطه بعد الموسم هذا من الملعب التونسي تم الاتفاق وتحول للسي اس اس. يظهر لي انت داب من الوزن الثقيل نجم نعتبروها ناصر. والله كي تشوف النجم الساحلي والنادي الصفاقسي هما بريسك وترجي من اقل الفرق اللي انتدبت، خاطر النتائج نتاعهم معناتها كانت ممتازه، لكن انتدابتهم كانت سيبليه. معناتها بالنسبه لعلاء مرزوقي معناتها لاعب ممتاز، كان فان دو كونترا مع الجمعيه نتاعو، عمل الى سينيا بري كونترا مع سي اس اس، ومن بعد رئيس الملعب التونسي وانا حسب اعتقادي كان ذكي، معناتها نادي الصفاقسي اقترح لي مبلغ مالي، تم تسريحه في الفتره هذه باش الوليده، خاطر هو بيدو طموحاته تبدلت، معناتها اليوم يحس روحه اللي في جوان في جويلة يبدا نجم يكون على ذمه النادي الصفاقسي، اليوم يقول لك بوركو با نسيبه توا وناخذ فيه فلوس. فنيا تقييمك للاعب فنيا؟ لاعب فنيا ما لاعب ممتاز، معناتها من احسن اللاعبين الموجودين معناتها في تونس اللي فورمي في الكلوب افريكان، لاعب ممتاز عنده امكانيات كبيره، لاعب سريع معناتها ان بون فينيسور يعرف يماركي. النادي الصفاقسي في حاجه للاعب كيما ما عندكش دخل في الصفقه انت حتى من باب النصيحه؟ لا لا ما عنديش، انا فما ناس نحترموا الناس اللي تخدم، نحترموا سي طارق سالم، نتمنى له ان شاء الله حظ سعيد. شكري. كان نقول لك اليوم كان جيت مسؤول على الانتدابات في الترجي، شكون ملاعبي ولا زوزه سامي اللي تخمم فيهم للترجي في الميركاتو هذا، كنت تحط عليهم الباكو؟ في الحقيقه فماش ملاعبي اليوم في البطوله معناتها يستاهل باش يكون في الترجي، حتى ملاعبي معناتها يظلي نظره نتاع الاسبيرونس. كنا نخمو في فرجاني ساسي، فرجاني اللي ما عندوش الرغبه باش يلعب في تونس مش في الترجي بصفه عامه. ما يحبش يرجع. ممكن انا كان جابوا نجاح مازال يلعب في البطوله التونسيه ممكن نتمنى باش يكون في الترجي في الاتاك بتاع الاسبيرونس. المهم لا شكرا. لا بعيد ممكن. بعيد على شنو؟ بعيد باش يكون في الترجي ممكن. معناها مستواه ما يخولوش يكون اليوم يعطي ممكن الترجي اليوم دخل في سيكل جديد. شوفوا موين داج نتاع الاسبيرونس اليوم 23 زون معناتها ابوبري، اذا باش ممكن باش نوصلوا للمويهبي باش تولي عندك ممكن نظره بتولي، لكن الاسبيرونس اليوم تخمم بوتيتر في افكتيف نتاع سيكل جديد نتاع خمسه سته سنين. هذا هو ما يغزل له رئيس النادي، قاعد يحضر في سيكل جديد، سيكل جديد ما تنجمش تبنيه باش معناتها ب 32 زون
33 ans malgré que l'expérience عندها دورها نعرف اللي فما ملاعبيه ممكن على خاطر الكره ماهيش عمر الكره اداء معناتها نجم روندمون معناتها ولذا الموهبي تالون كبير ياسر اما اللي صاير في الاسبيرونس اليوم ممكن ما يتاقلمش فيه الموهبي. هات نمشيو نشوفوا ابرز الانتقالات والانتقالات الاخرى اللي حصلت في الميركاتو الشتوي هذا ونرجع معك فتحي المدو نشوفوا اي هاني جايك شكري مع لا قلت لك مع الريكروتمون اللي عملناه اليوم جبنا الكارديان تاع بنجردان اللي جو بونس اللي الاسبيرونس اليوم يلزمها شويه كونكورونس معناتها او نيفو معناتها في الكاش. باهي هاني نرجع لك فتحي بشوفك اسكو توافق شكري يقول لك ما عادش عندنا ملاعبيه اليوم ملاعبيه قادرين يعطيوا الاضافه للترجي ولا الاربعه فرق الكبيره في بطولتنا. ابرز الانتقالات اللي حصلت في الميركاتو الشتوي مكملين في التاسع فوت. على غير العاده ميركاتو الشتوي تاع موسم السنة ما شهدش حركه كبيره. الانديه اللي متعوده تصرف وتقوم بانتدابات كبيره فضلوا يقوموا بانتدابات قليله موجهه وما تتكلفش برشا فلوس. الترجي وعلى عكس ميركاتو الصيف قام بثلاث انتدابات فقط المره هذه علي جمل ولد النادي بعد ما عمل تجربه قصيره اما ناجحه في بنجردان يسجل عودته للبارك بي بمضاء عقد بثلاث سنين ونص. الانتداب الثاني للترجي هو شمس الدين شاونا بنيني عمره 19 سنه متوسط ميدان سانشاين النيجيري. والانتداب الثالث هو منذر القاسمي بيفو سيدي بوزيد الملاعبي اللي تصورناه صحح مع النادي البنزرتي لكن في اخر نهار من ميركاتو يوقع مع فريقه الام الترجي. ميركاتو الترجي ما يبعدش عن نجم اللي انتدب كان زوز ملاعبيه من جي اس كا وهما محمد العويشي وهيثم العيوني. العيوني باش يكمل السيزون مع الشبيبه ويلتحق بالنجم بعد نهايه الموسم. النجم عمل زاد ايشانج مع المرسى استرجع مهاجم درامي ميكايلو واعار هيثم بن سالم للمستقبل. اساس كيف كيف عمل زوز انتدابات علي المرزوقي من الملعب التونسي وبيفو انيمبا كينغسلي سوكاري. واذا كان الترجي والنجم وصفاقس عملوا انتدابات قليله الا انه الافريقي ما عمل حتى انتداب من تونس بل انه سرح سته ملاعبيه عبد المومن جابو لسطيف علي البوسليمي اشرف الزيتوني وعلي بن تحنوس الملعب التونسي شهاب الزغلامي لاتحاد بنجردان وهشام بالقروي اللي وقع فسخ عقده. في المقابل تم انتداب زوز ملاعبيه بوباكر ديارا متوسط ميدان مازيمبي وايرون اوبانور. الانديه اللي قامت اكثر عدد من الانتدابات هي قوافل القفصه والملعب التونسي اللي وضعيتهم صعيبه في ترتيب البطوله. الملعب التونسي قام بتسع انتدابات كامله اهمها العربي جابر سليم جديد فهمي قاسم علي البوسليمي اشرف الزيتوني برهان الحكيمي وزياد العونالي اللي مشى في عقد اعاره لاخر الموسم. في المقابل وقع فسخ عقد وليد الهشري ووجدي بوعزي. القوافل بدوره قام بسبع انتدابات فخر الدين قلبي فخر الدين الجزيري محمد سلامه الحران وجاك بيسون مهاجم السيابي اللي عمل انتداب واحد عزز بيه خط الوسط هو نافع جبالي من ترجي جرجيس. الملعب الجيبسي واللي تستنى فيه مغامره افريقيه لاول مره في تاريخه انتدب اكثر من سته ملاعبيه حدا بن منصور وجدي المجري مع يمين روميو وأونانا فابريس من الكاميرون وسليمان سانغاري من مالي. انديه وسط ترتيب كان بيناتهم قاسم مشترك المرسى الشبيبه حمام لمف جرجيس سيدي بوزيد والمتلاوي حافظوا على رصيد البشري نتاعهم وما قاموش بانتدابات كبيره باستثناء ملاعبي ولا زوز لكل جمعيه. فتحي المولدي توافق شكري الوعري يقول لك السوق ما عادش فيها ملاعبيه اليوم بحجم الفرق الاربعه الكبار كان باش نددبوا لازمنا نمشيو للسوق الخارجيه. بالطبيعه نوافقوا 200% لانه الملاعبيه اللي كل نجم ينتدبوه ما خلاو شيء معناه والميركاتو يضحك معناه. خليني نقول فكرتي انا الميركاتو هو نتاع الشتاء هذا تعديل يرى معناه للناس اللي تفهم كوره. الميركاتو صحيح نتاع الصيف ومن بعد عندك شي اصابات عندك شي كذا عندك شي في بوست معين ملاعبي ناقص هذا هو تعديلي توجست ملاعبي ولا اثنين. دونك وقت اللي النجم الساحلي ولا الترجي ولا النادي الصفاقسي ياخذوا ملاعبي ولا اثنين سيب ليه حاجته في البوست هذاك فقط معناها وعنده الاختيار. بقيه الفرق الكل علاش قلت لك الميركاتو يضحك معناها وساعات انا يسخف شويه. بالله شنو اللي مازال عندكم ملاعبيه انتم ما عادش يصلحوا لكم؟ شنو هذا هو؟ شنو الملاعبيه اللي انتم ما عادش حاجتكم بهم؟ بالله خلنا ندوروا في السوق معناها كيف سامحني السوق مصبي معناها اي حاجه اللي عندكم بالنسبه لكم انتم مضروبه او ما تساعدكمش وناخذوهم. تو بالله تلقى فرق معناها اعداد مهوله بالله يجيبوا بالسبعه وعشره او تسعه. الملعب التونسي وضعيه استثنائيه ولكن الفرق الاخرى الكل معناها عدد مهول من الملاعبيه. يا اخي ايش عملت في الصيف؟
معناها شنو الميركاتو اللي عملته يا اخي؟ فريق جديد باش نعمله، فما زوج فرق وبالاساس فريق انا اللي انا اللي حكينا على ميركاتو المدربين ميركاتو الملاعبيه، فما فريق ما حكيناش عليه وما يعمل ضجه لانه فريق فريمون شد ثنيه مثلا نادي راضي لحمام الانف. بارك الله فيك. حمام الانف المدرب نتاعو رغم اللي النتائج كذا ما بدلوش مش من الفرق، عمل انتداب واحد لانه يمشي في الفيفي نتاعو، يخدم بالملاعبيه اللي عنده، الفريق يمشي حسب امكان مستقبل مرسى كيف كيف، عمل زوج انتدابات سيبلي فرق تعرف روحها وين ماشيه. هذا هو شوف وقت اللي حسب امكانياتك ايضا، شوف وقت اللي المسؤولين نتاع الفرق ما تمشيش بالشارع، لانه نحكيو على اقالات المدربين، راهو اقالات المدربين يتموا في الشارع، راهو يتموا في القهاوي وقت اللي جماعه يلموا بعضهم ويمشيوا لسيونس دونترينمون، اعرف راهو هذاك رئيس الجمعيه سي باش ينحي المدرب هذا. اللي نحب نقوله هالميركات وهذا راه كذبه كبيره ياسر، كذبه كبيره. السوق المحليه كما قال شكري فيها حد شيء، اللي فيها ديجا ماخذينهم الجمعيات الكل. انا نعطيك حاجه اخرى، الجمعيات الكبيره عندها ملاعبيه ما يصلحوا لهاش، معناها ماهيش باش تستغلهم، ولكن يخليه ما يلعبش عنده باش ما يمشيش الفريق كبير اخر، معناها ما بين ما يعطي روندمون كبير يلوموا عليه الجماهير يخير يخليه عنده، يخليه عنده باش ما يحطوش في السوق، ولا كان يحطوا في السوق الفريق اخر مش الفريق كبير. ها وين وصلت الاربع فرق الكبار هو اللي تحطوا. وشو انت فتحي وين تنجم توصل المسؤولين نتاع الكوره باش ينجحوا ويقوموا بانتداب؟ ناصر كنت حكيت لي على لاعب يذولي كاميروني هكا قمت بانتدابه مره بطريقه غريبه شويه معنا. من الكونغو. من الكونغو ايه. تحكي على الامام بديل. اي احكي لنا بربي شويه كيفاش قمت بالانتداب معناها، واسمع ناصر بدو ايش يعمل يا فتحي. لا مش هو كل مقتلي تمشي في مهمه انك يكلفك رئيس نادي باش تنتدب لاعب، بعد ساعات كي تمشي تسافر غاديك تلقى ظروف ما تلامكش، يلزمك تمشي بمهمه يلزمك تحاول تنجح بها. مشيت شو عملت ناصر؟ مشيت للكاميرون، مشيت باش نصح الإمام بيدي ويونس سانتامو، ما تمكنتش في التربص نتاعهم، مشيت لغاديك على عين المكان لقيتهم في غابه معناتها يخدموا بالجروب هوموجين معناتها ستريكتمون انتردي باش تنجم تدخل تصحح العقد نتاعك نتاع اللاعب. قعدنا نارين غاديك قعدت نخمم شنو اللي يلزمني نعمل، ما نجمش نروح هكاك، انا متعودت كي نمشي لازم نروح بحاجه. قلت شنو نعمل شنو نعمل هكاك، استنبطت اني لقيت صحفيين كاميرونيين. لا عاد مش صحفيين، لا صحفيين كاميرونيين. اتفقت انا وياهم باش يعملوا ندوه صحفيه مع اللاعب، يطلبوا من المدرب ترخيص باش يطلبوا منه ندوه صحفيه ويعملوا معاه الندوه الصحفيه، واعطيته العقود واعطيته كل المستلزمات، فهمته كيفاش يصح الكونترا. واكزاكتومون مشى صح الكونترا واتفقنا على كل شيء، وهو غاديك يبعث لي بالفايبر اون كومينيك مع بعضنا وصحنا العقد وروحنا لتونس، وبعد اللاعب كمل الكوب دافريك نتاعو جا للسي اس اس بالطبيعه. انت تو رشا الشيخ ما عادش لازم ترجع. انا حبيت نحكي كلمه على كلمه في 30 ثانيه. في 30 ثانيه بالنسبه للملعب التونسي معناتها انت دب 10 لاعبين فيهم خمسه لاعبين كلكم تحبوا تحكيوا على الملعب التونسي تعملوا نفس المشكله تاع كل عام الانديه تتشكى من التعاطف المفرط فيه في البلاتوات مع الملعب التونسي. لا مش تعاطف، نتاع الملعب التونسي عمل 10 انتدابات بما فيهم خمسه لاعبين بري، معناتها من فرق اللي كيما قال فتحي انهم ما يلعبوش في النوادي نتاعهم باش يمشوا يلعبوا في الملعب التونسي، منهم هما ياخذوا نسق نتاع مباريات ويجوا يظهروا في الفرق نتاعهم تصديق لكلام فتحي. تفضل. شكرا لك ناصر البدوي. هكا نكونوا كملنا مع الميركاتو، ميركاتو المدربين وميركاتو اللاعبين. نمشيو نحكيو على الحدث اليوم، المقابله الافتتاحيه لمنتخبنا الوطني في الشان 2-2 والتعادل ضد غينيا، هذا الكل بعد الفصل. مرحبا بكم مرة أخرى في التسعة فوت. كما قلنا قبل الفاصل باش نرجع ونحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي استهل اليوم مشاركته في الشان بالتعادل 2-2 ضد المنتخب الغيني. هات نشوفوا أبرز محصول في المقابلة ونرجع نحكيو في البلاتو. 2-2 هي ريزولتا أول ماتش المنتخبنا في الشان، نتيجة ما تعكسش مجريات المقابلة اللي أضاع فيها المنتخب الانتصار بكيفية تطرح أكثر من سؤال. المدرب حاتم النساوي دخل بتشكيلة بانت متوازنة دفاعيا وهجوميا، خاصة في ظل الغيابات اللي يشكو منها المنتخب، وتحكم منتخبنا في بداية المقابلة وجات الفرص، وحتى المنافس المنتخب الغيني ما كانش يمثل خطر على دفاعنا.
أحمد العكيش اللي تم اختياره اليوم كأفضل لاعب في المقابلة سجل ثنائية بعد زوز تمريرات حاسمة الأولى عن طريق حمزة المفلوتي المهاجم الإيطالي فنية كبيرة حط الكرة في الشبكة وتمريرة ذكية من أمين بن عمر اللي يخلي العكيش وجه لوجه مع حارس المنتخب الغيني ويضيف الثاني. هجوميا المنتخب كان قادر أنه يضيف أهداف أخرى لكنه أخفق في ذلك. العكيشي في زوز مناسبات والرجابي في مناسبة ما نجحوش باش يقتلوا المقابلة وصعبوا الوضعية على الفريق. دفاعيا منتخبنا ما كانش في أحسن حالات وغاب التفاهم في محور الدفاع وهذا ما أنت زوز أهداف عن طريق كاميرا مهاجم المنتخب الغيني. مردود الملعبية تراجع وقام الميساوي بإخراج كل مصر وسعد بقير اللي عوضهم كل من تاج والجزيري. لكن تغيير العكيشي بالمباركي ما كانش مفهوم خاصة أنه جاء مباشرة بعد هدف المنتخب الغيني الثاني. منتخبنا اليوم أضاع انتصار كاف المتنين وهذا ما يطرح العديد من التساؤلات خاصة بتراجع مردود الملعبية وتعامل الهجوم مع الفرص الواضحة. كابتن خالد حسني بعين الفني كيفاش شفت المقابلة وكيفاش شفت مردود منتخبنا الوطني في دورة أنت ماكش راضي على المشاركة فيها من الأول؟ من الأول معناه كالإنسان مش راضي على يعني يقول بصراحة يكون نزيه مع نفسي ومع الناس اللي وقت يبدا الإنسان مش راضي حتى بعين أخرى يشوف الحق ماتش أميكال خاطر مش مستعرفة بالفيفا مش مستعرف بها الفيفا نقول علاش مشينا صحيح الهدف جميل وجميل جدا للعكيشي ولكن المباراة تدوم 90 دقيقة لعبنا بالكونتر وجاونا قداش من فرصة باش نكروز ليكار ولكن أنا الاستنتاج نتاعي أن ما نعرفش الشيخ يعرفوا اللي فما التيتود عرفوا الفارياسيون الفلكتواسيون تاع التمبيراتور تبدا 28 بعدش تولي 15 تولي كذا نوعية الربان ما عليناش في هذا الكل ولكن استنتاج فني بسيط اللي ريت أنا فما ملاعبين ريتهم في غينيا اللي تشوفوا منكم بعد عامين في سوشو في اوكسير في نارشو في كذا ولكن احنا ما تشوف حتى ملاعبي عليه سور بلان ديفيدويل على ميتريز لابال التكنيك كذا ريت التفوق نتاع غينيا من هذه الناحيه دونك الكره توا كما قلنا قبيله هي فنيات هي لانكونترا هي الابداع هي الابتكار احنا قعدنا بون شويه هكا شويه كونتر اتاك شويه كذا بون الهدف الثاني متر فما 9 ملاعبيه في زوز مراد توافق خالد كي يقول لك مهاريا الملاعبيه نتاع المنتخب الغيني كانوا اقوى من النجم الراو ملاعبيه منهم تمشي لسوشو تمشي البطوله الفرنسيه عكس منتخبنا اللي ما وراش حاجه كبيره انا ذولي اللي بدنيا الفرق الكبير كان بدني ونوافق كلام خالد ما حسيناش انه الليتار الفني عموما حضر الماتش كيف ما يلزم معناها تقريبا 35 دقيقه الاخيره بدنيا ما عندك حتى تفسير لانه نجم يقولوا ماراثون ولا كيفاش تقال هي في الشامبيونا حتى الملاعبين تاع غينيا راهو عندهم شامبيونا بون اما في بدايه البطوله تروزيام جورني فوالا معناها فما اشكال بدني بون كي تشوف لي دو زيليم تاع غينيا معناها عملوا اللي حبوا مع علي معلول نقطه استفهام مردود اصعب المباريات اللي ريتها في حياته طبعا نعذروه خاطر مزيته سابقه سواء على المنتخب ولا على السياسيس معناها ما نلوموهوش المثلوثي دفاعيا كان اليوم في حالة كارثية جاء قدامه ملاعب بون سريع ولكن من الأخر ما هو إلا ملاعب من البطولة الغينية معناها يظهر الإشكال هو بدني الماتش هذا نحتفظوا به بحاجة بالهدف الرائع نتاع العكيشي يظهر من أروع الأهداف اللي ريناها في البطولة في تاريخ الليكيب ناسيونال بالأحرى ومن بعد نجم تقول معناها في الحاجات الايجابيه انه ضيعنا الفرص خاطر جاتنا كور في الدوزيرو كنا نماركيو الثاني الماتش يولي ماتش اخر وقت رابحين 2-1 كنا نماركيو الثالث ولي رابح 3-1 يولي ماتش اخر بطبيعه الحال ديما نحطوا في بالنا انه راهو تونس عمرها ما تنجح في بدايتها في التذوق رجعنا نحكيو على هذا بعد شويه شكري علاش حتى مع منتخبات متواضعه نحكيو على غينيا من غير المحترفين نتاعها علاش مع المنتخبات هذه منتخبنا ما عادش قادر يفرض لعبه ويربح براحه كبيره نتاع 3-0 و4-0 علاش ما عادش تشوفوه هذا انا سنين ما عادش نشوفوا سكور هذا إيه علاش 3-1 علاش شكري علاش تراجع كبير في البطوله التونسيه نتاعنا تراجع في كره القدم مع بصفه عامه السكور هذوما نثبتوا عليهم ثبوت معناتها 3 ولا 4 احنا ولينا الكاب فير ولينا الواحد معناتها ولينا بوتسوانا ولينا نلقاو ديفيكولتي كبيره ونجموا معناتها ربحونا قبل ولذا معناتها ليمات هذوك ما عادش نحلموا ممكن هما تقدموا واحنا ما تقدمناش قعدنا في بلاصتنا
لانه هذا يراجع لعده عوامل، عده عوامل. اليوم خمس سنين نشوفوا في الكوره نتاعنا مع عدل كاس الكاف، عند اربع ملاعبين لعبوا هزوا كاس الكاف مع ليتوال زاده من شوف، ومش تكون عندنا الصوره كامله معناتها او نيفو معناتها دو جور معناتها لوكال. احنا كي معناتها كي نلعبوا احنا من قبل نهزوا ليسبيرونس وليتوال وصفاقس تفهم فيا، ديما نهزوهم لي تيتر هذوما من قبل حتى واحد، معناتها مش حاجه جديده علينا. ولذا قلت لك الركول هذا الكبير اكيد وراه عده حاجات ما كانتش في بلاصتها. اليوم انا سنوات والحاجات مش في بلاصتها، الكمول الكمول نتاع معناتها العمل اللي مش في بلاصته، والكمول نتاع عده حاجات مش في بلاصتها تخليك تدفع الفاتوره. الفاتوره اليوم اللي احنا اليوم ممكن انا ولو مانيش راضي وضد يعني فكره مشاركتنا، لان المشاركه ذي انا مش من اليوم معناتها عملناها منذ عامين، قلت معناتها المشاركه ذي ما تفيدش معناتها بالكره نتاعنا. انا ممكن حكيت انا مراد بالتليفون البارح قلت له انا كنت نحبذ اليوم لو نعملوا سيليكسيون معناتها من ناسيونال بي نمشيو نشاركوا بها ونعطيو فرصه نكتشفوش ملاعبيه اخرين، نكتشفوش ملاعبيه اخرين معناتها تكون معناتها احسن وتكون خير وتنفع اكثر معناتها الكره التونسيه. خلينا نشوفوا ملاعبيه جدد. ولذا اليوم انا نشوف شان ضر بالبطوله، ضر باللاعب التونسي. اليوم ملاعبيه ليتوال مساكن ارتاحوش نفهمهم، وانا بيدي في بلاصتهم كنت نتمارض كيفهم. ولذا هذا لو سلمنا بانهم تمارضوا لا لازم باهي، انا في بلاصتهم اقول لك من الاخر، اقول لك انا كان جيت في بلاصتهم كيف كيف سي هيومان. ما نجموش ملاعبيه ساتوري ملاعبيه مازالت كي خارجه من واحد جوارات كل، انا اكيد ماهوش موتيفي باش يلعبوا معناتها الشانه دي لانهم حاسين بها ما عندهاش فالور كبير. الملاعب التونسي يحب على باش تحطوا معناتها اونجو اكبر، اونجو اكبر لانه يعرف الكره الكبيره وحال العيني على الاوروب وحال العيني على برشا حاجات. ولذا معناتها انا نتصور اللي ماهيش بتنفعنا برشا. فتحي ما تراش زاد انه ثم ضغط كبير مسلط على الملاعبيه، لو فرضنا انهم فازوا بالشان هذه باش نقولوا تي تبقى كان شاء، ولو انهزموا حتى في النهائي باش يروحوا لهنا باش يلقاو الجرايد تكتب البلاتوات تحكي فشل مره اخرى في مسابقه هي مسابقه الشان، مسابقه ما عندها حتى معنى وكذا. يعني منين ندوروا نلقاو ضغط كبير على الملاعبيه؟ لا الضغط ضروري معناها عادي جدا. اللي يعمل تاعهم يعمل لها دندان راهو. غينيا عملت شهر ستاج بريباراسيون، عملت سانك ماتش اميكو باش تحضر الشان هذا. انت تحب الشان وتحب الشان، ما انت توا ما عادش نرجعوا للتاريخ علاش مشينا توا. احنا في الشان توا. اليوم احنا في الشان. كي انت حبيت تمشي للشان ما تحضر لها زاد. مش تخرج ناس معناها للسي في، ناس عقليا ذهنيا بدنيا ايش تحب انت، ناس كملت. الى حد وين وليت لعنه هشان معناها الملاعبيه مرضوا ما مشاوش، المدرب جاتو عمليه معناها جراحيه، المعد البدني مسكين الله يرحم والدته توفيت الله يرحمها، معناها لعنه هالشان هذا. مشاو اول حصه تدريبيه قال لك سخانه برشا اربع ملاعبيه ضربوا اول حصه تدريبيه اللي هي ديكراساج معناها متحضر لها. يا تحب تمشي، كي تمشي من فوا غادي يلزمك تربح به. اليوم مقابلة اليوم خلينا نرجعوا لليوم لأنه توا احنا في الشان. في وسط الشان. حق المقابلة توفى أربعة بشيء اليوم. تونس حق رابحة أربعة بشيء، كانت نجم تربح أربعة، لأنه زوج أهداف نتاع الفريق الغيني معناها أخطاء فعلا ساذجة جدا جدا، إذا كان فما كلمة أكثر من أهداف سهلة ياسر ضيعناها، كر على البار. معناها السذاجة الإفريقية اللي احنا ديما نحكيو بها نقولوا احنا احنا عندنا الخباثة ولات عندنا احنا، هو احنا عندنا الخباثة وهما عندهم السذاجة. السذاجة اليوم تونسية والخباثة غينية ومش أول مرة، ومش أول مرة لأنه شوف تعودنا بعد الحال تعودنا مع الأسف خذينا كل العوايد الخايبة. قبل كنا ما نلعبوش مليح ونشدوا التالي ولكن نربحوا مقابلاتنا ما نفرجوش نربحوا. اليوم وقت اللي جاتنا الإمكانية باش نسجلوا الأهداف ونربح ونتمانوا على مقابله من واحد بشيء جاتنا اثنين بشيء ضيعناها، اثنين بواحد جاتنا ثلاثه بواحد واربعه بواحد ضيعنا، اثنين اثنين جاتنا كره على البار معناها ما لعبناش مليح. لا متفقين
يودي ما لعبناش مليح، ولكن الفرص اللي جات جاتنا يا مام جات فرص معناها نتاع كان بالامكان تقتل المقابله اليوم، لكن ضيعناها فتح. هذا شوفوا احمد العكيش ضيعناها معناها يبدو لي اللي ضيع الفرص للغينيا. ابرز الفرص ضاعت عن طريق الملاعبي اللي سجل الثنائيه احمد العكيشي. هات نشوفوا شنو قال احمد العكيشي وحارس المنتخب رامي جريدي، نرجو نحكيو في التاسعه فوت. صحيح تعادل في طعم الهزيمه في الفوليوم دو جو اللي عملناه لي نومبر دوكازيون اللي ضيعناهم، دونك تعادلك في وقت خايب برشا، دونك هو اللي ضيع يقبل درس هذا نتعلموا منه، وان شاء الله الماتش الجاي ننتصر ان شاء الله. المقابله كانت باهيه وخلقنا اللعب وكنا حاسمين وماركينا وقبلنا ميكا ولازمنا نديركوا الاخطاء نتاعنا، وان شاء الله مازال هذه دوره، دونك مازالوا زوج مقابلات السنه وفينا ان شاء الله ربي معنا. كي احكيو على الحاجات الباهيه عملنا برشا حاجات باهيه، دونك هذاك يجي توفيق من عند ربي، دونك وليسونسيال الاولاد كل ما قصروش عملوا اللي عليهم والباقي على ربي ان شاء الله. ناس البدوي شفنا الحكيشي، شفنا تصريح من بعد المقابله، الحكيشي اللي سجل ثنائيه سجل هدف عالمي، ولكن خليني نقول زاد حرم المنتخب من انتصار بتضييعه الفرص سهله. هو بون عادة بالنسبة للاتاكون يجيو 10 يماركي الاتاكون الباهي يماركي 5 6 لازم مش يضيع معناتها، لكن زاد العكايشي تعرف اللي ما عندوش نسق المباريات، العكايشي اللي مشى للشان باش يزيد يأهل نفسه معناتها برمي الحاجات اللي بوان دانتيروغاسيون اللي تحطت معناتها بكل صراحة إذا نحكيو معناتها باش نحطوا الامور في نصابها. العكاشي مركز زبونتو كان في وقت حساس انه المنتخب رجعوا في المباراه سجل الهدف الاول بعد عدلوا لنا سجل الهدف الثاني، كان ينجم يجي الهدف الثالث يقتل المباراه، لكن موش هدف العكاشي اللي هو باش يمنع المنتخب. المنتخب عنده برشا بوكو دو ديفايونس على اليمين على اليسار في اللاكس سنترال، معناتها زوز بونتوات اللي كليناهم معناتها في اللاكس ما بين زياد بوغطاس وزياد الدربالي معناتها ما يتقبلوش في السذاجه اللي حكي عليها فتحي قبيله هذاك، معناتها نقبلوا هدف كي هكاك. تصديق الكلام شكري انه ما احنا كي قلنا من الاول شنو حضرنا للشان، احنا تو يحكيوا على الشان ويحكيوا على الشان، شنو حضرت للشان؟ هتكت الملاعبيه في 21 يوم لعبتهم 7 ماتشات وبعثتهم في طياره خاصه وقلت لهم براوا اخويا توكلوا على ربي براوا العبوا تورنوا، مش هكا تحضير تورنوا ومش هكا، حرام عليهم. انا نقول مساكن الملاعبيه نمشيو غاديك، انا نقول لك مساكن الملاعبيه اللي مشاو يلعبوا في التورنوا هذيا خاطر هما يخلصوا الفاتوره. او شكري خالك كريمون كان جيت انا نتمارس، شكري خالك صحيح شكري شكري يقول الكلام هذاك على خاطر يعرف شنو معناتها التورنوا في الافريق، ويعرف انا نقول لك اي ملاعب باش تهزوا تورنوا الافريق كان ما يكونش موتيفي، وقلت انا في الجمعه اللي فاتت ما يكونش موتيفي ما يكونش ديترميني ما يكونش عنده الرغبه باش يمشي يلعب، هي في حد ذاتها السفره للافريق الناس كل تبدا هاربه منها، وانا نقولها لك انا بالتجربه القديمه واحنا عشناها الفتره هذه. شكي فيه اليوم شنو حضرنا للملاعبيه هذوم؟ بسيكنات حتى ينام قلنا لهم تعرفش كيفاه 21 يوم احنا نمنوا بالله كان وخروا جورني نحاو جورني الاخرانيه تاع لوسيس شنو اللي باش يجرى على الاقل باش يعطيهم فرصه 10 ايام باش يحضروا التورنوا، شنو اللي باش يجرى؟ زعما انا كون كوا اوني بلانيفي كملنا التورنوا فاز عليه قبل الشان وفي جانفي لو 6 6 جانفي، من بعد يخرجوا لنا يقولوا لنا والله انتم قاعدين تحكيوا في حكايات انكم ما كومش قاعدين تعاونوا في الكره التونسيه، احنا كي والله نشوفوا فيك ماشي بالغلط ونقول لك نتعاون في الكره التونسيه. كابتن خالد حسني انتقادات كبيره سمعناها فيما يخص التغييرات اللي قام بها المدرب علي منصر، خرج ودخل في عوضه مروان تاج، سعد بقير خرج ودخل في عوضه سيف الدين الجزيري، وخاصه خروج احمد العكيش ودخول ايهاب المباركي وقت المنتخب كان يستعد باش يعمل التغيير. يا اخي منتخب غينيا سجل الهدف الثاني هدف التعادل، برشا تسائلوا قالوا يا اخي وقتها المدرب مش كان معناها عليه انه يتدخل ويبطل التغيير هذاك ويشوف تغيير يتماشى مع تغير النتيجه. صدفه التغيير اتى بالهدف الثاني، لو المدرب غير مدافع وعنده كورنير نقول خاطر ما خرج وما الاخر يخلي انفريتي نيميريك، ولكن خرج هو شو يقول لك في الاخر؟ يقول لك ما شو الوقت اللي مازال خلي معناها جاسيول ريزيتا، وعنده حق المدرب معناها تصور كان ربحنا الكلام هذا ما يتقالش، هذه هي الكوره. تبقى تغيير مش تغوير يا رفيق، تبقى راهو كما قلنا الناس كله اتفقنا ام اختلفنا نمشي والشان ما نمشيش، ولكن اتفاق انا حاصل على ان 30 دقيقه
الاخرانيه للسي في، هذا عنده تاثير مباشر على الماراثون اللي لعبوه. تبقى عندي سؤال، لو فرضنا الله اللي يقدر علينا ملاعبي جاته اصابه بالغه، شو باش تعمل فيدراسيون؟ وعلما خاطر هذه التورنوا هذا مش مستعرفه به الكاف، دونك ماهوش مستعرفه به الفيفا. والفيفا ولما الانسان في الكوب دي موند في كذا في لما لاعب يتضرب الفيفا تقوم بتعطيه باغ اكزومبل عنده 25 جور 30 جور روبو، تعطيه السالير نتاعو بوندون 40 جور تقسم هي والنادي. تصور انت لاعب اليوم تضرب والله اللي قدر ضربه بليغه بليغه جدا، شو احوال الجامعه اونفير لي كلوب اونفير سو كلوب؟ تصور تصور بقى شو هيك. هذوما اسئله كنا نطرحوها قبل الشان، احنا اليوم في الشان وحبيت ناخذ قراءتك للتغييرات نتاع المدرب وقت اللي حسينا انه المنتخب بعيه في 30 دقيقه الاخيره، هل ترى انه ذيكم التغييرات اللي كانوا يعطيو صوف الجديد للمنتخب؟ شو هو جاي يشوف، خاطر احنا اللعب نتاعنا في الاخر اذا حسب رايي اللعب نتاعنا هو مركز على الكونتر اتاك، دونك على الفيتيس، دونك على الفيتيس ولا الكونتر في الاخر كما قالوا الاولاد الكل لي سي في ما عادش عنده القوه باش يفوت لادفيرسير نتاعو بلغه عاميه. تبقى هو خمم بتخمام اخر المدرب يقول لك انا هبط مدافع خليني نربح اول وتعرفوا الربح في اول مباراه عنده اهميه كبيره، ولكن بكل احترام الناس كل شيء يقولوا الصحفيين تغيير مش تغيير، ولكن المشي هذه باطلة. وانت تحكي على اول مباراة، هتنشوفوا تاريخ المنتخب الوطني في كل المقابلات الافتتاحية اللي اجراهم، رجعنا تقريبا من 94 لليوم كل التظاهرات الافريقية والمقابلات، نتائج المنتخب في المقابلات الافتتاحية، ونرجع ونكملوا في التاسعة فوت. من 1994 ل 2016 المنتخب التونسي لعب 13 مسابقة افريقية، وتونس ديما تلقى صعوبات في المباريات الافتتاحية، ربحت في 4 ماتشوات وتعثرت في 9. في 94 الكان اللي نظمتها بلادنا، تونس خسرت في الماتش الافتتاحي 2 بلاش ضد مالي. 96 تونس تعادلت مع الموزمبيق 1-1 هدف الهادي برخيصة. 98 المنتخب كمل الرابع في الكان، لكن رغم هذا تونس خسرت قدام غانا 2 بلاش في الماتش الافتتاحي. نفس الشيء في 2000 مركز رابع وهزيمة ضد نيجيريا في أول ماتش 4-2. في 2002 تونس لعبت مع زامبيا في أول ماتش لها في كان مالي وتعادلت 0-0 وانسحبت من الدور الأول. وأخيرا وبعد 10 سنين الانتصار يجي قدام رواندا 2-1 في كان 2004 اللي أحرزتها تونس. عامين من بعد تونس تنتصر قدام زامبيا 4-1، ومن وقتها الانتصار غاب في 3 كؤوس أفريقية من التالي، 2-2 في غانا ضد السنغال عام 2008، 1-1 مع زامبيا في 2010، و1-1 مع انغولا شان السودان 2011. وفي 2012 تونس افتتح الدوره بانتصار ضد المغرب 2-1. نفس الشيء في 2013 ضد الجزائر 1-1 هدف يوسف المساكني. آخر مسابقة أفريقية كان غينيا الإستوائية عام ناوي، وتونس ما تربحش الماتش الأول ضد الكابفير 1-1 بونتو دالي منصر. تونس يا ناس، تونس يا بلادي، يا ترابش نادي وندادي. واليوم تونس تزيد أكد العادة وتتعادل 2-2 في أول ماتش ليها في شان رواندا ضد المنتخب الغيني. ناس البدوية 14 مقابلة افتتاحية فيهم كان 4 انتصارات والبقية الكل تعادلات أو هزائم، أرقام كما هذه توري أنه المنتخب يظهلي ما عندوش شخصية، مش من المنتخبات اللي يفرض روحه منذ بداية الدورة. صحيح، معناتها الأرقام هذه تأكد أنه ديما البدايات متاعنا تكون صعيبة، وعادة حتى في بعض ساعات باش نترشحوا بالرشاوة ولا نترشحوا
نلقاو روحنا في مباراه ديسيزيف اللي الملاعبيه بعد نشوفوا في ال 96 نشوفوا في ال 94 خرجنا من تونس معناتها في نظمناها في تونس وخرجنا من التور الاولاني معناتها مالوريزمون ما ندخلوش كيما يلزم على خاطر ما نعطيوش التحذير الكافي ولا ما ندخلوش التورنوا كيما يلزم. شكرا. نصور مقابله ما نسيتهاش تاع 94 الخروج يظهر لي عقده الكره التونسيه التورنوا اللي نظمناها كان هذيك مقابله اللي ما تتنساش ضد المنتخب المالي. شنو اللي حدث وقت علاش كانت البدايه الكارثيه هذيك؟ اسباب عديده برشا مع تحكيت صارت معناتها بريباراسيون خايبه برشا حكيت معناتها ممكن لكن اليوم اذا نعملوا بيلون تاع 60 سنه كره سي خالد لاعبين دو فينال وهزينا كوب دافريك شويه برشا علينا على تونس كي تقارنا بون الكره في السبعينيات وفي الثمانينيات ممكن كانت الافريك نوار كانت ناس كل تلعب في البطوله المحليه لكن من التسعينيات ورد التالي ولاو يجيوك الناس تلعب لك في اقوى فرق معناتها تبدلت المعادله ولذا اليوم معناتها ولينا نواجهه مش في الشان نحكي لك في الكوب دافريك دي ناسيون ولينا نواجهه في كاليتي نتاع ملاعبيه اللي ما كانتش تواجه فيها جينيراسيون نتاع السبعينيات والثمانينيات ولذا اليوم الديفي ولا اصعب الديفي ولا اصعب على الكره التونسيه لكن ما ننكروش الكره التونسيه ماهيش خايبه اجمالا فيو اللي الاغلبيه نتاع الملاعبين اللي يلعبوا في الواحد معناتها وقت نجي ونحسبوا نلقاو 80% كلهم لاعبين محليين. شكري ما حبش يجاوبني على الكان نتاع 94 94 كما قلت لك بون فما قلت برشا كواليس ناصر انت ما كنتش معاهم علاش وقت خليني السيد هذا نلعب انا كيفاش؟ اش عملك؟ اش عملك؟ بلاصه معاه في الترجي اي تحكي كوره ولا كواليس شنو ما خلاكش تلعب عليه؟ لا هو وقتها حارس الترجي الاولاني وانا وقتها عملتها 93 مشيت للترجي معناتها ما وفقتش في المسيره نتاعي في 93 وشكر الوار من الحراس اللي بالحق معناتها مش قدامي وما تعملوليش ضربه البنديل. باش اعملها لك لا معناتها من الحراس اللي ما تاريخه كاريره لكن بالحق كانت شكري معاه كونكيرونس باهيه حتى احنا صغار لعبنا مع بعضنا وقعدنا كونكيرونس وبعد من بعد وتوجدنا في فتره زادة كبيره في المنتخب مع بعضنا وقت اللي انا مشيت لنادي صفاقسي ولا قبل حتى في المرسى وهذيك هي معناتها الشهر نتاع الكوره حتى كي كان شكري قبل ناس برشا ناس كانت تلومني تقول لي نقول لهم عادي ما انا كيما تعلمت عليه هو وكيما تعلم هو عليا انا الحانوت هذيك واحد وقت اللي شده ما يعطيها لحتى حد. هي ما كنتوا اصحاب كنتوا اصحاب؟ في فتره ما كنا اصحاب. علاش؟ في بعد 93 ما كنا اصحاب من بعد هكا جات فتره شويه وتوا رجعنا معناتها القلوب صفات توا كره وفات لا قلوب صفات شكري القلوب صفات كل حد يضرب على دربه فتحي المولدي علاش ما نعرفوش نربحوا في المقابلات الافتتاحيه علاش؟ والله ساعة في دورة كأس عالم كأس افريقيا شان اش تحب انت تسميها اللي تحب انت اللي يبدا من الاول راه ما يخلطش هي دورة لازمك مش تخلط مش تهز لازمك ستة مقابلات في لازمك تمشي ريتم بشوية بشوية شنو اللي يربح من الاول ما يخلطش فتحي لا معناها مش ما يلزمكش تبدا بقوة معناها كي تبدا بقوة في شطر اثنية تقف هنا بدينا احنا هنا مانيش بعاد ياسر كاس افريقيا نتاع قل 23 سنه بدينا مقابله ربحناه وروحنا. هي ما ثلاثه نقاط تسهل الدخله تو كيما غدو. موافقك لا ما نحكي لك بصفه عامه الفريق اللي بدا محضر مليح اون كومبيتيسيون كان ولا شان ولا كوب دي موند حضرها مش كيما احنا مشينا بلاش تحضير بل بالعكس مشينا مع نهايه التحضيرات لانه يعني كملوا الملاعبيه ما عادش اللي محضرها مليح فماش مدرب في العالم لازم المقابله الاولى الفريق نتاعو يبدا حاضر. إذا يبدا 60% 70% بشويه بشويه لانه عنده سته مقابلات في 20 يوم ولا خمسه مقابلات يسمع هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه على 14 ربحنا اربع مقابلات ربحنا شنو منهم مقابله نتاع كاس افريقيا 2004 هذا اللي نتذكرها مليح الوقت اللي بتباع فزنا به الباقي الكل شنو هي النتائج نتاعنا. المقابله الاولى ماهيش معيار ولو انها المفتاح مفتاح باش تحل لك ربما لا كاس افريقيا الاخرى تيان كان الاخرى ربحنا يوسف المتشاكني بونتو طياره في الدقيقه 90 ضد الجزائر وروحنا من الدور الاول معناها ماهوش بالضروره وانا في المقابله الاولى تعطي كل شيء لكن باش نبقاو في الشان هذيا المؤشرات مش حلوه مش حكايه اللي ما ربحناش كل المؤشرات مش حلوه وانك هزيت فريق تعب ياسر ملاعبيه تعبين ساكن فوق المجهود نتاعهم
نص ساعة ضد غينيا الفريق سيء انهار بدنيا. ثم خليني نقول الملاحظة اللي نحب نقولها توا، المقابلة الثانية باش تلعبها مع نيجيريا كان جات الثالثة والله أهون لأنه فما حسابات الرسمية مش خدمتنا. صحيح مقابلة ثانية مع نيجيريا دونك التعادل هزيمة اللي عملناها هذا هزيمة، مقابلة ثانية مع نيجيريا اللي هي نمر واحد. تصور أنت في سيناريو ينجم يكون عادي جدا وأنه نيجيريا تربحنا، نيجيريا اللي فازت بعد نيجر 4-1 4-1 صحيح، وأنه غينيا تربح النيجر احنا من بعد شو تبقى لنا؟ النيجر اسهل فريق ولكن الزوز الاخرين ينجموا يعملوا تعادل مع يعملوا تعادل وتعداوا الزوز. معناها شو هوني هوني فتحي اهميه المقابله الافتتاحيه بتعثرنا بتعثرنا اليوم كابتن، سلطنا على رواحنا ضغط ما ربحناش المقابله الاولى ونخليه رواحنا في مواجهه مباشره مع نيجيريا اللي هو المنتخب الاقوى. خليني نقول صحيح هو الضغط رفيق تسلط في الديكلاراسيون ماشي مش نربحوا الشان. انت حطيت لابار ترود علاش واحد يمشي وكأن تونس بتلعب وحده؟ اليوم رانا لعبنا امام منافس بالنسبه لي انا ريتو سي البلان تكنيك خير منا، علاش باقي نحقروا الاخرين ونحطوا احنا رواحنا احنا الناس الكل؟ سي فيني ولو انا قبيله شكري مش هما قدموا احنا وخرنا احنا وخرنا. وكلمتك باهيه ان الكره الافريقيه لم تتطور، ان اللاعب الافريقي هو الذي تطور كي مشى الأوروبا بعد شي جينا فيك يعني سبري تكتيك وكذا أمور تبقى هذا هو معناه. علاش يحكي ما قالك فتحي نجمو نربحو بعدش ما نمشيوش ونجمو نخسرو ونوصلو، ولكن كما يقولوا في الحرب اللي يدخل الحرب يلزم يحضر روحه باش يربح الحرب مش باش يشارك في الحرب. احنا ما نعرفش شو قالوا باش يهزوا الشان ان شاء الله يهزوها. شكري طلبت الدخل. لا جات في بالي هكا تفكرت في الكان 94 باش تشوف معناتها فما نقطة مهمة، لما يكون فريق جاهز ويعمل ديبار خايف الماتش الأولاني ينجم يرتربي اللي بعده. نذكر كان 94 بيكيب كوم كاليتي 94 أقوى بارشا من 96 الناس الكل تقولوا حتى أقوى من 2004 شكري فوالا هولندا وألمانيا هولندا ماتشات كبار إيكيب كبيرة برشا في الكان 94 عندنا إيكيب كبيرة برشا لكن ماناش جاهزين عملنا ديبار خايب ما نجمناش نخلطو. وقتها عندكم كان زوج مقابلات زاد. 12 فريق قدر يلعبوا الكأس. 96 عندنا ايكيب صغيره ومازلنا ماشيين بها لكن جاهزين في مخاخنا وفي كايتا ديسبري كامل. 96 عملنا ماشنين ضد الموزمبيق. صحيح. ونجمنا نخلطو وتعدينا للفينال. معناتها حبيت نقول لك وقت اللي تبدا فريق جاهز ما تخافش من الديبار. اما اليوم الله اعلم اليوم احنا في الشان جاهزين ولا لا. باهي اعطينا حتى للتاريخ شكري شنو اللي جرى في 94؟ فما بالحق كلونات كانوا نعم فما كلونات ترجي وفريقي ونجم للتاريخ. لا لا شوف صارت برشا شوف ايش نقول لك في الحدث الكبير وفي برشا انا يمكن شكري ما نجمش يقولها نقص عليك شكري خليه بكش يقولها خليه انا وبعد تنجيك ما يسالش خليه عاوني لا قولها قول انا ما انت قولي قول لك كيما هي ما كنتش تنصلح لا قول ايش تحب تقول لا لا ما يسالش قول بالنسبه فما مشكل وقتها ما بين نبيل معلول ويوسف الزواوي وكان متاكد وقتها كوم كوا نبيل معلول ويوسف الزواوي يهيمنوا على ليكيب ناسيونال في الفتره هذيك وفما نجاح كبير في التحضيرات وفما بعض اطراف اللي هي تسير في تونس في الكوره مش راضيه برشا على المنتخب وقتها ما كانتش عندها الامال الكافي. صار وقتها في التحضيرات هذيك صار تذبذب في بعض التحضيرات معناتها فما مشاكل ما بين نبيل معلول وشخص اخر معناتها هذا يعني شخص اخر واطراف خفيه. لا خلينا نقول لك هذا هو اش خلى المدرب يوسف الزواوي تنحى في المباراه الثانيه. شكون الشخص الاخر؟ يوسف الزواوي تنحى في الشخص الاخر شكون؟ يعرف شكري شوف احقاق الحق الناصر وهذايا تو احنا كلنا كبرنا وكنا نحكيو مي ليستوار ما يلزم تتحكي بالفيرسيون صحيح. أعطينا صحيح. سي فري كو وقت نبيل ويوسف معناتها لكن ما فما حتى مسؤول ينجم يأثر على ملاعبي باش ما يلعبش بالكدا ولا يدخل. لا ناصر ما نهزوش الناس في ثنية غلطة. سي فري كانت أجواء خايبة بين الملاعبية فما إطار فني ما عرفش يتعامل مع المجموعة وقت اللي تضرب نبيل يوسف الزاوي ما عرفش يتعامل مع مجموعة مع تاكوم كوا ليكيب ناسيونال هي نبيل معلول أثر برشا على معناتها ما أبار سا راهو لا فما لا مسؤولين أثروا علينا ولا كانت فما حاجات جو خايب أو سان معناتها في الفستير في الفستير أثر برشا على المجموعة وممكن فما مشاكل بين مدرب ومسؤولين لكن مش هذاك السبب اللي خلانا نعطيه روندمون خايب
في كان 80 خلينا نرجع ل 2016 لانه ما حبش احكي ناس كوب شكرا جزيلا وقتها ضغط رهيب رهيب ضغط رهيب من الشارع التونسي انا نتذكر المقابله الثانيه كان الحلم كانت الامكانيه معناها نتاع تدارك وارده جدا مقابله سهله فما حظ زاد وقتها معناها الكوره ما حبتش شوف صارت برشا حاجات الدنيا كلها تسكرت والملاعبيه وقتها بريباراسيون غالطه برشا وبرشا حاجات غالطه لعبنا مع المانيا والسويد وهولندا وقت الجد ما لقيناش المنتخب بعد مع مالي ما لقيناش خلينا نحكيو على المنتخب اللي شارك اليوم في الشان مراد ترى انه ثم تغييرات تفرض نفسها في التشكيله في مقابله نيجيريا القادمه والله حسب رايي الاشكال الكبير يبقى دفاعي لانه اليوم المستوى الدفاعي اللي ريناه نجموا نفسروا بالسخان انا نجموا نفسروا اول ماتش في الدوره هذا كل مفهوم ولكن اللي ريت اللي ريناه الكل يذول توافقوني الكل على المستوى الدفاعي ما يفرحش بالكل كما قال ناصر قبيليكا معنا زوز بونتوات تجمش حتى تقول احيانا ديما نتهموا المدافع الاكسيال يقول لك انا اخر واحد دونك بالطبيعه الغلطه باش تجي عليا هذوما زوز كور معناها مره دربالي مره بوغاتاز دي فوت دو بلاسمون كبار وكيما قلت قبيليكا المثلوثي ومعلول بعد ياسر على المستوى نتاعهم اما هل انه عنده حلول اخرى مانيش متاكد يهمني راي الكابتن فيما يخص التغييرات يلزم المدرب يقوم بتغييرات في المقابله القادمه ولا ليه مش ضروري 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 خاطر المشكله احنا في تورنوا وتورنوا كيف التصرف في الدوره من كل النواحي من ناحيه النتيجه من ناحيه الكلاسمون من ناحيه الاعياء من ناحيه برشا حوايج ومن ناحيه التكامل بين العناصر اللي باش تلعب المباراه سيرتو عندنا مباراه ضد نيجيريا اللي معناها مباراه خلينا نقولوا حاسمه بالنسبه للمنتخب التونسي تبقى المدرب مش يغير مش شو مش يغير ما عندوش هامش كبير باش يلعب فيه باش يغير خاصة على مستوى الدفاع هذا الكل عنده تفسير ونرجع نمشي وفك السردوك الريشو اللي علاش مشينا وهل تعب والناس اللي ما مشاتش وكذا هو والله شوف والله أنا من الخجل يا ماتر الناس تلعب ولاد صغار توريتهم العمار نتاعهم تاع غيني 19 و18 وكذا وإحنا نلعب بريسك ما بريسك بكيب ناسيونال نتاعنا ماني مش معقول كما قالوا ولاد الكل لما كيب اولمبيك ولا معناها كيفاش نقولوا فكره باهي عملنا ناسيونال باهي معناها كانت فرصه باش نكسبوا لعبه خاطر ما عندنا حتى فايده نجنيو منها هذا الشان هذا 20 ثانيه ما نكونوش قاسين ياسر لانه حكينا على الدوره هذه ما نساوش هذايا اول مباراه للمدرب الوطني معناه قاعد يتعلم وحاطهم يساوي نتمناو له كارير طويله ان شاء الله لانه مدرب تونسي ديما نفرحوا له اما ليه معناه احنا دخلنا وانتقدناه اما راهو مع العلم انه تتصور انت الاختيارات ما عندوش فيهم يد كاسبر جاك حتى بالتليفون كان عنده يد عادي انه كاسبر جاك هو متصور معناه مش باش يكون التغييرات ما نتصورش انه تغييرات كاسبر جاك الاكيد اللي نتمناه انه المنتخب يتدارك في المقابله القادمه اللي باش تجمعوا نهار الجمعه 22 جانفي ضد نيجيريا تونس نيجيريا والمقابله الثالثه باش تكون نهار 3 26 جانفي 2016 تونس النيجر مقابله نيجيريا نهار الجمعه مع ماضي ساعتين ومقابله النيجر نهار 3 26 مع ماضي 3 حصه عيد للمنتخب الوطني نعمل ريكاب صغير على ابرز على نتائج بقيه الفرق نتائج المجموعه الاولى رواندا كانت فازت هدف مقابل صفر ضد الكوت ديفوار الجابون تعادلت 0-0 ضد المغرب نتائج المجموعه الثانيه جمهوريه الكونغو 3-0 ضد اثيوبيا انغولا تنهزم هدف مقابل صفر ضد الكاميرون نتائج مجموعتنا تعرفوهم تونس تعادل 2-2 مع غينيا نيجيريا تفوز 4-1 على النيجر وغدوه زوز مقابلات الزيمبابوي تلاقي زامبيا ومالي تلاقي اوغندا مره اخرى نقولوا حظ سعيد لمنتخبنا الوطني في مقابلته الثانيه ضد نيجيريا نخرجوا فاصل صغير وبعد شويه نرجعوا نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي اللي احتفل بعيد ميلاده 97 مكملين معكم في التاسعة فوت كما قلت قبل الفاصل باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي شيخ الأندية التونسية اللي كان احتفل بعيد ميلاده 97 ونستغلوا حضور لاعبه ومسؤول السابق بالفريق شكري الواعر باش نحكيو على الترجي هذا أهم مجرى في احتفالات الترجي ونرجع نحكيو في التاسعة فوت الجمعة 15 جانفي 2016 يوم غير عادي في قلوب الترجيين الترجي احتفل بعيد ميلاده رقم 97
جينا باش نحتفلوا مع اولاد الجمعيه وان شاء الله ديما فرحانين بالجمعيه نتاعنا. اليوم فما الجينيراسيون الكل معناها بريس كبار صغار على بعضه، الناس كل معناها فرحانين مستنى، ومعناها الاسبيرانس جديده فجوارات باهين واحد، وان شاء الله الجوارات يعطونا ما عندهم ان شاء الله. اوتوماتيكمون واحد يخلي كل شيء ولازم يجي يحضر. السنه جات في باب السويقه عمناول وتعمناول صارت في البارك. بين كرة الطائرة والسلة وكرة القدم وليد عشرات الألقاب توشع خزائن شيخ الأندية التونسي. في كرة القدم أكثر إكيب تيتري الشامبيونا في الكوب، في الهوند زادة كيف كيف، وفي الفولي زادة كيف كيف. في الفوت 1939 تاريخ أول كأس محلية للترجي، 1942 أول بطولة محلية تحصل عليها فريق باب السويقة. منذ الاستقلال والحدود 2016 ألقاب بكل الأشكال والألوان، 13 كاس 25 بطولة. الترجي الفريق الأكثر تتويج في تونس. شفت الترجي في الباهي وشفت الترجي في الخايف، والحمد لله لأن تبعت الجمعية اللي نعيشت حياتي ترانكيل، نعيش حياتي نظيف الحمد لله. ما تبعت جمعية أخرى راني مت كاردياك. شهرة الفريق تجاوزت الحدود الوطنية واكتسحت الكرة العربية والإفريقية. من 93 2016 للترجي 10 ألقاب عربية وقارية. مشاركة عالمية كأس العالم الأندية 2011 باليابان. أسماء كبيرة ساهمت في إنجازات الفريق: محمد الزواوي، الشادي زويتن، حسان بنخوجة والقامة تطول. أسماء مشيت وأسماء جيت، والترجي يغلق عام 97 تاريخ كبير وأمجاد في البيت. شكرا الوعد، نهنيوك ونهنيو جماهير الترجي بعيد ميلاد الترجي رقم 97. بارك الله فيك. اليوم عيد ميلاد الترجي 97، اكيد معناتها حدث باهي، لكن نستناو ان شاء الله. الترجي قاعد قايم في الاسامبلي الاخرانيه، الترجي وعلى رئيس حمدي المدب كان قاعدين حضروا في باش تصير مجموعة تجهز وتحضر للاحتفالات نتاع المئوية نتاع الترجي هذو. هذا ما كان في الاسامبلي اختاروا سي حمدي المدب وباش يترأسها على ما أظن سي محمود بابو. اليوم الترجي 97 الحمد لله، الرحم على بابا ساعة اللي طلعني اسبيرانتيست، بارك الله فيه الله يرحمه. كمل باش نكون ولد الترجي، فخور برشا باش نكون اسبيرانتيست. اسبيرانس اليوم 97 سنه دو جولوار، اكثر فريق متوج مع التاريخ هذا. ما اكيد وراه برشا اجيال وبرشا ناس على جميع المستويات، فيهم اللي تظلم وفيهم اللي ظلم وفيهم اللي خذا حقه وفيهم ما خذاش حقه وفيهم اللي ضحى وفيهم اللي مات على الفريق وفيهم اللي نعرفوا. تاريخ مش سهل وخاصة في الكورة، ونحن هوني ناس كل ولاد البلاتو جماعة البلاتو عاشوا كورة، عاشوا كورة، يعرفوا شنو تضحيات الكورة ويعرفوا الكورة قبل اش كان فيها وما كانش فيها إجمالا. فما ناس نسمعوا تاريخ ونقعدوا مع اللي يكبر منا ونعرفوهم كيفاش عاشوا ونعرفوا الفرق كيفاش تكونت معناتها نتاعنا. الناس تحكي لك اجيال قبلنا اللي يقول لك كيفاش كانوا يربطوا كره بالواحد، واللي كانت الصباطي يلعب معناتها يلبسوا من ملاعب الملاعب. يعني اجيال باش وصلنا اليوم للنيفو هذايا. الناس الكل معناتها مش الاسبيرانس بركه، اكيد وراها ملاعبيه كبار وراها مسؤولين كبار وراها جمهور كبير وراها ناس الكل عطات احسن ما عندها. وكل وقت ووقته فما شكون
وجيل جيل يخدم جيل وجيل عاش احسن من جيل. لكن المهم كونه الانديه نتاعنا ديما عايشه في خير وتكون تتاقل معناتها تتحسن وتكون كابتن. مهم لجماهير الفرق اليوم نحكيو على الترجي غدوه نحكيو على فريق على نجم على سي اس اس. مهم في تواريخ كيما هذه هذول الفرصه الوحيده اللي تجي في العام باش نعرفوا اسامي العباد اللي اعطات عقود من الزمان للجمعيه. صحيح. اسامي الناس اللي اعطات عمرها كيما قال شكري الوعي 8 مات البرة 8 مات فوق التيرا باش الناس تعرف وما ننساوهمش لكي لا ننسى شكون صنع امجاد الفرق. هي هذه المشكل في بلادنا, هي عندنا ذاكره قصيره والبلاد اللي ما عندهاش ذاكره والنادي ما عندوش ذاكره, يبقى دو ميموار كوليكتيف ذاكره جماعيه. بكل اسف احنا نشوفوا احنا عايشين كيفاش رموزنا في كل الميادين, معناها كيفاش الناس تجرم في الماضي وتجرم في الرموز. هذه معناها طبيعه قبيحه جدا في المجتمع التونسي نتاعنا. هذا من ناحيه, من ناحيه اخرى من ناحيه اخرى هذايا تشوف الوليدة الصغار هذوما 97 سنه, واحنا قلناها هنا مراد اللي اربع احزاب في تونس هما النجم هذه الساحلي والصفاقس والترجي والافريقي, معناها هذوما اللي عطاهم لا شكوتهم لا عطاهم حتى شيء جا وحدهم شو يوريك معناها شو. ونذكروا الكتاب الاسود وقت الترجي نزلت جبدوه مش وريك قوة الجماهير وقوة النوادي وقوة تاريخ النادي. تبقى النوادي الكبرى هي لازم يكون حاضرها أو مستقبلها في حجم تاريخها, وهذا هو المتداول تو في الفرق الكبرى. تبقى عندي سؤال الأخراني وهذا عندي سنوات وسنوات يا رفيق, وأنا نفس الشيء. علاش نحسبه في تونس منذ الاستقلال بالنسبة للترجي بالنسبة للملعب الجيمسي بالنسبة للناس الكل, علاش ما نحسبوش البطولات والكؤوس منذ بطاقة الولادة؟ هم مختلفين فيهم الأمور. علاش في علاش في إيطاليا من وقت موسوليني يحسبوا لهم؟ علاش منذ الاستقلال؟ يا أخي تونس بدأت منذ الاستقلال, بدأت منذ الاستقلال الكرة الترجي عنده 97 سنة, الإفريقي كيف كيف, الأخرى كيف كيف. دونك تاريخ النوادي يبدا من اللي بدات النوادي اكبر من تاريخ الاستقلال. احكي على الكتاب الاسود فتحي في دقيقه, كنت كلمه قلت كلمه لتوا احبه الترجي بارتاجوا فيها على الفيسبوك, اللي حاب يحكي على الترجي يقوم بكري سير في دقيقه فتحي. اي في دقيقه. ترجي مؤثره والترجي مش الناس اللي لعبت برك. ترجي عمرها 97 سنه, شو معناها؟ معناها ناس ماتت وناس حيات وناس جات وناس مشات والترجي موجود. مش اللي يلعب برك اللي عايشين اللي الالاف اللي ريناهم تلقاه عمره ما لعب كوره عمره, ولكن حياته الترجي, يقوم بالترجي يرقد بالترجي, كي يربح الترجي يفرح, كي يخسر الترجي يحزن. حياته الريتم دو سافي معناه نسق حياته جو مزاجه عائلته في حياته الخاصه في حياته مع والديه مع زوجته مع اولاده هي اون فونكسيون من النتائج نتاع الترجي, معناه شيء كبير. وقت اللي تراه اليوم سمعني قلت لك علاش قلت لكم تحكي على الترجي يقوم بكري, فما احزاب راهم يتولدوا اليوم بعد ستة اشهر يبدلوا الاسم, يبدلوا حتى هويه, يتبدل الاسم يتبدل كذا يتنحى الحزب بيدو يبدلوه. هاو الترجي النادي الافريقي النجم الساحلي النادي الصفاقسي وبرش الملعب التونسي وغيره وغيره. يا ولدي العرس نتاع البلاد هي النوادي نتاعها والنوادي الرياضيه والناس اللي تحب تحكي زاده, وانا والله بالكره تهربوا على عباد على مشاكلهم الحقيقيه. قال لهم والله راكم غالطين, انا مو شايف الكوره ولا تحبوا تغلطوا الناس اللي تعرف الكوره. شوفوا فرنسا شوفوا ايطاليا شوفوا اسبانيا, الكوره سي ان فينومين مونديال. وقت اللي نحكيوا على الكوره ما نلاقيوش الناس على مشاكلهم. وهذايا الترجي اليوم 97 سنه درس اخر يعطيوه البرشا ناس تحكي على السياسه وتحكي على ربما ال 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 القاعدة الجماهيرية شيء. أنا كنت مرة, مرة أخرى نهنيو شكري وحبة الترجي الرياضي بعيد ميلاد فريقهم 97. ناس البدو مانيش نسألك على الترجي, نسألك عليك أنت على مشوارك وعلى اختياراتك بعد لبطلت الكرة. علاش ما خممتش تولي ولد سبيرونس النصر؟ اي هو معروف اكثر ولد سي اس اس ولا اكثر من هو. انا لعبت كل سنة في الشوبان مع في الترجي, كنت موجود مع شكري حتى في الليجان ولعبت. علاش ما خممتش تولي مدرب بعد لفيت كاريرك كحارس مرمى؟ غلطة من غلطات اللي اكتشفت بعد ما سيرت اني ما خذيتش الاتجاه هذاك. بعد ما سيرت غلطت اني ما خذيتش الاتجاه هذاك. لا بالعكس بالعكس على خاطر على خاطر الكرة معناتها
فيها برشا عطاء، فيها برشا كنا برشا عاوننا برشا مدربين باش ينجحوا. كانت المهمه نتاعنا بالطبيعه كانت فما امكانيه ان واحد يكون نجح. شكرا. علاش ما حاولتش تعمل ترينر؟ اختيار هو يختاره الانسان بعد ما بطل الكره. ايه الناصر كل حد كيفاش. انا بدي عييت من الكره، عييت من ربطان الصبات كل يوم، عييت من الضغط. حبيت نعيش حياتي شويه، حبيت نخدم الكره من زاويه اخرى ونخلي الناس المغرومين. انا مانيش مغروم باش نكون كل يوم نلبس الفاتمون ونلعب تيران كيما الناصر وكيما في كل حد كيفاش يحب يعيش. ولا انا مرتاح هكا دو تون زون تون نتوحشوا الكره نمشيوا لها، لكن سينا مانيش من الناس المغرومين وكل حد وخبزته وين جات. زيدان خذا قرار انه يبدا التدريب مع ريال مدريد، فاز في زوز مقابلاته الاولى 5-0 ضد ديبورتيفو لا كوروني و5-1 ضد سبورتينغ خيخون. زيدان خذيناه مثال باش نحكيو على موضوع الملاعبيه اللي تنجح شكري كمدربين. علاش تمام لاعبيه كبار وقامات كبيره تنجح كمدربين وملاعبيه اخرى ما ينجحوش في الباساج من الملاعب للمدرب؟ نشوفوا التقرير هذايا ونرجع ناخذ رايكم. نهار 9 جانفي 2016 زين الدين زيدان يبدا مشواره كمدرب لريال مدريد، فوزوا على ديبورتيفو لا كورونيا 5-0 وانتصار ثاني البارح ضد خيخون بنفس النتيجه. والسؤال هل انه البدايه القويه لزيزو مع الميرينغي تعني نجاحه في بقيه التجربه كما نجح كلاعب، وهل انه قادر على تحقيق انجازات كما عملوا برشا ملاعبيه ولا مدربين كبار؟ منهم غوارديولا اللاعب السابق لبرشلونة، إضافة لمشوار متميز كلاعب حقق عدة ألقاب كمدرب مع البارسا والبايرن محليا وقريبا. مدرب إسباني آخر لويس إنريكي من جيل زيدان نجح كلاعب، ورغم بداية صعيبة كمدرب نجح باش يفوز مع البارسا كل الألقاب محليا وقاريا سنة 2015. الأرجنتيني دييغو سيميوني ملاعب بروز لسنوات مع أتلتيكو مدريد وتألق كمدرب مع نفس الفريق. بصمته كانت واضحة والنتيجة عدة تتويجات محليا أوروبا. الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد تألق لافت كلاعب مع روما الميلان والمنتخب الإيطالي عرف نفس النجاح كمدرب، أحصد عدة ألقاب مع اليوفي الميلان تشيلسي بي اس جي وريال مدريد. ميسيون دو افير فيتو انكي لا كوبا ديل ري اي فينيتا ريال مدريد تورنا سول ترونو دوروبا دوبو 12 سنه. بفضل كارليتو ريال مدريد يرجع للواجهه الاوروبيه لقب تشامبيونز ليغ اوروبا سنه 2014. القيصر فرانس بيكي باور اللي عمل إنجاز تحقيق لقب كأس العالم كلاعب عام 74 وكمدرب للمنتخب الألماني سنة 90. يوهان كرويف أسطورة كرة القدم الهولندية ساهم بشكل كبير في فوز فريق أجاكس بعدة ألقاب، خاصة تألق مع البارسا كملاعبي وكمدرب. كرويف صاحب نظرية الكرة الشاملة، يمنح البلو جرانا عدة ألقاب في 8 سنين قضاها مع الفريق بين 88 و96. هذوما أسماء نجحوا كملاعبية ومدربين، لكن في المقابل ثم برشا نجوم تألقت في مشوارها الكروي لكن فشلت فشل ذريع في عالم التدريب، وأبرز مثال الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا. بيه في التقرير وبيه نبدا السؤال، يكفي ان نقول دييغو ارماندو مارادونا ما نجحش كمدرب باش نعرفوا انه ملاعب كبير لا يعني مدرب كبير. مراد لا ما فماش اليه معناها تنجم تكون ملاعب يدخل التاريخ، وانتم خذيتوا احسن مثال معناها مارادونا
بون شنو بلاتيني كذلك ما نجحش وكان تحصل ثلاث مرات على الكره الذهبيه معناها فما ملاعبيه دخلوا التاريخ كملاعبيه كيف كيف وما نجحوش كمدربين يظهر لي السويتش كيف ما يقولوا معناها باش تنتقل من حاله المدرب اللاعب لحاله المدرب يلزم تكون بدنيا قلت بدنيا نفسانيا وذهنيا عندك بعض الخصال انك اول متفتح عموما على الناس انك عندك كاريزما انه في العوام الاخيره تكون درست شويه زاده معناها بيكنباور ما درستش بيكنباور هو المثال الوحيد اللي تنجم تقول معناها نجح من غير ما خذا دبلومات ولو كان مسير في بايرن معناها مش شويه باش تكون مسير في بايرن مش هكا قال اما تو تشوفهم هذوما الكل معناها كسوسوان انشيلوتي غوارديولا سيميوني هذه الكل الناس بدات مع الشبان وقرات وخذت دبلوماتها زيدان كيف كيف زيدان راهو عدى تقريبا عامين ونص نجم نقول لك قرا في بلاصه معناها اللي ما تمشي ليش تبدا انت بالفلوس اللي عنده كل انه يمشي يقرا في ليموج هذه البلاصه بعيده على كل شيء معناها ولاحظت حاجه اخرى انه اغلبيه الناس اللي نجحوا اما ملاعبين وسترا ولا مهاجمين ما نعرفش هذا شي دل ولكن ممكن هما اللي يربطوا ما بين دو كومبارتيمون دونك عنده نظره اخرى لكره القدم فتحي كيقول لك اكثر اللي نجحوا لعبوا في الميليو تيران قدامي نتاع فريقهم يا متوسطين معناها ميدان والا مهاجمين ترى انه فيها تحليل منطقي الحكايه هذه معناها لا تحليل منطقي ما يفهم ولا ليبيرو كيما بيكنباور عندك نظره شامله عندك نظره شامله للميدان شوف قداش من ملاعب كبير ما نجمش يكون مدرب كبير تولي مدرب كبير ما عندك شخصيه قويه ياسر شخصيه كبيره بقطع النظر على مستواك مثلا انا ديدي ديشان كملاعب ما يعجبنيش برشا كاملة اما شنو كل نمرو ستة كيما نجيب غميض وقتها ما تراه ماهوش تكنيسيان ماهوش كذا ما عنده كاريزما رهيبة عنده كاريزما رهيبة وانا فهمتها كاريزما مش نعرفه ما نعرفوش ولكن كي نقرا عليه على ليكيب دو فرونس يحكي واللي هزت الكل منبهرين به هو انا قلت شنو الشخص هذايا وانا نحكي لك كم لاعب يا وقتها انا نتبع شوية باش نفهم قلت يا اخي دي ديشان كابيتان مع جيدان ومع اللي عيطوا له البريزيدون اي وعيطوا له معناها شيء كبير ياسر انه فما كاريزما تخلي وانه الملاعبي ملي يكون كوارجي تعرفه باش يولي اونترونور لانه يكون لونترونور نتاع لونترونور هو فوق الميدان دونك ظاهره الديستيناسيون نتاعو ظاهره بلاتيني بلاتيني كان معناها قائد وانترنور فوق الملعب مارادونا كان قائد فوق الملعب وانترنور وما نشوفوش لكن بلاتيني ما عندوش شخصية قوية ياسر ومارادونا بلاتيني اتحاد الاوروبي كمسير عمل كارير لا بلاتيني للناس اللي تعرفوا انا فما شكون احكي لي عليه من قريب نقص شوية راهو معناها بون كوارج كبير ياسر مش شوية خليك دوري الكابتن في الموضوع مش بالضرورة معناها كابتن كابتن كان كابيتان ولا انترنور في تونس كرهوه في التدريب الكابتن اسمع كيفاش نقولوا اون فوكاسيون حاجه بريديستيني قابليه عندك قابليه باش تولي مدرب في شروط من اللي ملاعبي ايمي جاكي كان هو على البنك لونترنور الحقاني كان ديشان فوق التيران والامثله كثيره وكثيره جدا تبقى بالنسبه لي انا وكل احترامي للاراء الاخوان باهي الاخوان الاخوان فهمتني ليس الرفاق الرفاق اقرب لك الرفاق ليس بشرطه ان يكون مهاجم او مدافع او حارس مرمى لان الهجوم انا مانيش موافق يقول واحد مدرب هجومي واحد مدرب دفاعي لان الدفاع سيت اون بارتي دو جو جزء من اللعبة والهجوم جزء من اللعبة ولكن نرجع كلمة تنتي على القماش كان عندك قماش تتخيط ما عندكش تقعد لحد شيء يمكن تنجم تكون حظ انه اللي نجحوا هما اللي يلعبوا في الاوفنسيف اكثر بيكنباور عنده كاريزما كبير وانا في المانيا وحضرت على بيكنباور شو اللي عمل مع ريو مينيكي مش يلعب وبرايتنر والدنيا الكل معناها جابهم قد في المانيا تنجم تكون ما عندكش دبلوم ولكن يلزم بالسيف تمشي لاخ سبورت شولا تاع كولن وتعدي كيلكوز اور غاديك بون في لاسيتي سوبيريور دو فوتبول في قلتها بالالمان عجبتني قلت كابتن سيرج سيرج بسمعني ارنست هابل وما ادراك من ارنست هابل تو عنده اسمه في 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 اسمه في لوتريش في لوتريش استاد كبير وقت جا المانيا ما عندوش دبلوم المان يزمو يقعد ويعمل هكاك معناها كان جور تبقى بور زيدان زيدان انا قريت على زيدان زيدان مشى قرا في 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 سنتر اونيك اون اوروب اللي هو سنتر دو كوميرس
دي مانجمنت دي دروا دي كوميرس سبورتيف يونيكو باع وخذ ديبلوم تاعو تاع مانجير واش عمل معنا زيدان في 20 ثانية زيدان راه ليبي زيدان راه ديال بوسكي زيدان راه انشيلوتي وخدم مع انشيلوتي وخدم أجوة. مع هوذكي وخدم باش نقول لك اش كان يعمل انشيلوتي هذو اسبانيول وقريت عليه انشيلوتي كان هو يتلهى بالديفونس هو يتلهى بالاتاك وزيدان كان هو لاهي بالاناليز دي ماتش وزيدان هو اللي يعطي كذا دونك الشخص هذا وتوريك عقليه اخرى زاد المدرب المساعد في الفرق الاوروبيه كيفاش شو لا ومشى اخر ما مشى مشى البيلسا وما ادراك من بيلسا اللي ديغو سيمواني سيمواني اللي هو متاثر به اش قالوا بيلسا في الاخر هو انبهر ببيلسا قالوا سوات وامين كون انت بحديثنا لزيدان نكونوا انهينا مع اخبارنا لليوم في التاسعة فوت ما يفوتناش نرحبوا بضيفنا شكري الواعر ونهديوا له هدية شكري تفرج معايا مليح في التقرير هذا وقول لي شنو قولك فيه حلوة برشا رجعنا عشنا بها مع شكري قائد المنتخب ونشوف عينيك تلمع قبيله وانت تتفرج وكانك عدت للذكريات هذيك اكيد كل واحد يشوف معناتها الايامات اللي كان يلعب فيها اكيد باش يحس حاجات اخرى وترجعوا للماضي الماضي اللي كان حلو ممكن الحمد لله في مسيرتي الرياضيه معناتها عشت اكثر الاوقات اوقات باهيه بصفه عامه بحكم اكثر لاعب متوج اكثر لاعب ممكن لاعب المنتخب برسك ساتيسفي باللي عملته سوف كو ديبار نتاعي البرا ما كانش بكري ابار سا معناتها ساتيسفي مالغري كو لعبنا في وقت ممكن او ميريت بوكوب بلوس لكن على غالب كل حد وياخو مكتب له فرحان باللي عطيته ضميري مرتاح مع جمعيتي مع المنتخب عطيت احسن ما عندي ما نعرفش نسرق الغلطة تصير في كارير اي لاعب كالكسوة مهنيه ولا رياضيه ولا في واحد تظلمت وظلمت ما موجود في المسيره لكن الحمد لله عطيت احسن ما عندي لبلادي وجمعيتي عاده ما نسالوه للمهاجم نقول له احسن بونتو ماركيتو اشب بونتو قبلته انت شكر الواحد ولا منه ولا ما تقبلته اي قبلته لا لا نحب قبله هو بونتو ما نساهش والله يشوف الحمد لله انا كيما قلت لك انا كنت نعدي شامبيونان نقبل 4 بونتو 7 بونتو 6 بونتو معناتها في كاريري الكبير معناتها اجمالا بال 15 سنه بال 15 سنه اللي عملتهم معناتها كارير كالكو سوا ايكيب ناسيونال ولا اسبيرونس معناتها اجمالا تسمى ما قبلتش برشا بونتوات لكن اكيد في مسير نتفكر انا بونتو زبير كنت سيزو في السيمتر جات في 90 بون ريوسيت كبير هذيك جا بونتو فوزي جا بونتو جودوين اللي هو ممكن من احلى البونتوات تاريخ الكره معناتها ولا اجمل تصدي ما تنساهش نعم اجمل تصدي باراد عملت انجلترا يظهر لي كاس العالم كل هذه باراد شوف
اجمل تصدي ممكن، فما اهم تصدي معناتها تصديات برشا اكيد. النصر كيف كيف عنده من تصديات برشا، والجول معناتها اكيد معناتها من 5000 كوره كي باش تمنى انت 4500 يدخلوا لك 500 تسمى انت جول عظيم. ولذا معناتها بون ما تفكرش، لكن فما هدف تم البينالتي نتاع بريمو دي اغوستو، هدف ضد الصفاقس كونترول ولا عمق الدوبلي نتاع الصفاقس صحيح. معناتها شوف في مسيره اللاعب باش تعدي ماتشات كبار وباش تعدي واحد، مي ليسونسييل وقت اللي تعمل بيلون روحك وقتاش اكيد الناس كل تغلط، وخاصه في بوست دو غارديان دو بوت، خاطر احنا نتحاسبوا الملاعبي في وسط الميدان ولا واحد ما يتحاسبش كيما الغارديان، كيما الغارديان دو بوت معناتها بوست حساس برشا، الغلطه تقعد في الميموار نتاع الناس، بينما ستوبر ولا اتاكون كي يضيع ولا يذكروها له شويه بركه، مي ليسونسييل ساتيسفي بالاتيتو. نزيد نرجع بيك بعجلة الزمن للوراء فلاش باك صغير، شوف التصريح هذا شكري، وكان عندك ميموار باهية قل لي وقتاش أدليت بالتصريح هذا. مهمتنا زادة باش نأديو أداء طيب، نحاولوا باش نعرفوا بالكرة التونسية شنو معناتها إمكانياتها، معناتها نلعبوا ضد جمعية كبيرة، ضد أتاك كبيرة، معناتها سي سور باش نتعبوا برشا اليوم ديفونس وكارديان. فما تروز اتاكون ان بوانت اليوم ان برانسيب يلعبوا، هذول معناتها الديفونس اللي باش تلعب ضدهم ما يرقدوش بالكدا في الليل، ان شاء الله نكونوا حاضرين، ليسونسيال ان شاء الله نكونوا حاضرين. شكري وقتاش هذا؟ قبل المونديال هذا؟ لا هذايا كان 13 جانفي 99 الاحتفال بثمانينية الترجي مقابل الميلان، تلعب وقتها ضد الميلان جورجو جورجو ويا والفريق الاحلام نتاع الميلان، علاش ما عادش نشوفوهم المقابلات هذوما شكري؟ مركينا عملنا دودوم واحد 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 واحد، علاش ما عادش نشوفوهم المقابلات هذوما في المئويه نتاع الترجي مبرمجين حاجه؟ ان شاء الله ان شاء الله رئيس النادي حمدي المدرب كان معناتها كيما قلت لك كان عمل المجموعه باش تلها بالمئويه من توا من قبل بثلاث سنين، ان شاء الله تكون مئويه على في حجم الترجي الرياضي التونسي، واوكازيون باهيه زاده باش في المناسبه هذه عندنا مده ما عملناش ماتشات من الطراز هذايا ومن الجو هذايا، ان شاء الله ترجع بشوي بشوي. هكا نكونوا انهينا حلقتنا لليوم من 9 فوت، شكر كبير وتصفيقه كبيره على قائد المنتخب والترجي سابقا، شكر الواعر، شكرا على الحضور. شكر كبير للكابتن خالد حسني، فتحي، ناصر، مراد، الناس اللي تبعتوني يعطيكم الصحة، موعدنا متجدد معكم الأسبوع القادم ديما في نفس الموعد وفي نفس القناة، خيط مشاهدة طيبة البرامج قناة التاسعة، تصحى على خير.